معكم المهندس عادل توفيق، رئيس قطاع وعضو مساعد عضو مجلس إدارة بشركة المقاولون العرب. وإحنا كنا بدأنا في بالمبادرة بي إم أريبيا، بي أي إم أريبيا، ومبادرة الهندسة حياة اللي أطلقتها نقابة المهندسين، ومبادرة بيم أريبيا اللي أطلقتها بيم أريبيا في الشرق الأوسط لإلقاء بعض المحاضرات والندوات التدريبية على زملائنا السادة المهندسين في فترات الفراغ اللي عندهم، لنستثمر الوقت في علوم ونقل خبرات مفيدة. وطبعا استمعنا لكثير من الزملاء الأفاضل في محاضرات عن البيم والنيفس ومانجمنت. كثير من المحاضرات بصراحة تلقيناها، وكانت المحاضرة بتاعتنا كانت عن تكنولوجيا إنشاء وإصلاح المرافق اللي هي بنقول عليها الترينشلس تكنولوجي. ترينشلس تكنولوجي، ومن الترينشلس تكنولوجي ديت في عندنا تكنولوجيا إنشاء المرافق الصغيرة اللي هي أنفاق المرافق، بنقول عليها مايكرو تانلينج. مايكرو تانلينج، وأرجو من الذين اللي هم كانوا حاضروا المرة اللي فاتت يتحملوا ان هم يسمعوا كلام مكرر تاني، ونرجو من الساده ذوي الخبره العاليه اساتذتنا الافاضل الدكاتره الحاضرين ان احنا يصبروا على استماع ما يعرفون لاجل ان يصل الكلام الى زمايلنا وابنائنا من المهندسين حديث التخرج اللي هم ما سمعوش الكلام قبل كده. فان للمتعلم صبر على تلقي العلم، كما أن للعالم أو للمعلم صبر أيضا على تلقي العلم. وقد تعلمنا ذلك من قصة سيدنا موسى عليه سيدنا الخضر العبد الصالح، وهي قصة مشهورة حينما طلب سيدنا موسى بناء على أمر من المولى عز وجل من العبد أن يتبعه ليعلمه مما علم رشدا. فكان رد العبد الصالح وهو في مقام المعلم آنذاك: إنك لن تنعي صبرا. وهنا الشاهد أن العلم يحتاج إلى صبر، والصبر ليس من المتعلم فقط في أن يجتهد يبذل الجهد لفهم ما يسمع واستيعاب ما يتلقى، ولكن برضو العالم أو المعلم له الصبر في أن يعيد ويكرر مرارا إلى أن يضمن جميع مستمعيه وصلت إليهم المعلومة. ونطار المقدمة وأبنائي الكرام وزمايلي الأعزاء، المقدمة في كل شيء هي أهم شيء. يعني أنا طول عمري وبأوصي إخواني إحنا لما نقرأ كتاب أول حاجة نقرأ فيه المقدمة، لأن المقدمة بقى فيها مفتاح فهم الموضوع أو مفتاح فهم الكتاب الذي تقرأه. مقدمة محاضرة أو أي كتاب أو أي حديث هو عبارة عن المفتاح الذي يضع فيه المتكلم أو المعلم مفتاح أن يوصله للناس. وللمعلم والمتعلم آداب كلنا نعلمها، وقد صاغ أمير الشعراء الشاعر أحمد شوقي عليه رحمه البيت الشعر الذي كلنا نحفظه: قم للمعلم ووفيه التبجيل. قم للمعلم وفيه التبجيل، هذا المعلم أن يكون رسولا. ولهذا البيت أبيات مكملة غاية في الأهمية، يقول فيها: أعلمت أشرف أو أين الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام، أرسلت بالتوراة
موسى مرشد البتولي فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. قلنا بهذه الأبيات وهذه الكلمات الكريمات عن العلم والتعلم. وأما عن ملخص المحاضرة السابقة فقد كانت عن التانلينج بروسيس أو مايكرو تانلينج كونستراكشن، كيفية إنشاء الأنفاق الصغيرة المرافق بطريقة الأنفاق الصغيرة. والأنفاق الصغيرة عرفناها اللي هي أنفاق المواسير، كل ما هو نفق بيتعمل بينفذ عن طريق مواسير فبنسميه مايكرو تانل. إن الأنفاق الكبيرة زي ما قلنا المرة فاتت بتتنفذ بطريقة الإيه سيجمنتال تانل، ودي بتبقى النفق عبارة عن قطاع دائري والدائرة مكونة من مجموعة تكون بتاع الدائرة نفسه. ولكن في البايب جاكينج هو ماسورة دائرة كاملة عبارة عن ماسورة خرسانية أو ماسورة أيا كان الماتيريال، الماسورة كلها بندفعها مرة واحدة فبنسميها عشان كده بايب جاكينج، وبيبقى أصغر قطر في النظام بايب جاكينج قطر 6 وأكبر قطر داخلي 3 متر و20 اللي هو 3200 ملي، بيبقى القطر الخارجي بتاعه 3 متر 96 سنتي اللي 4 متر تقريبا يعني. واستعرضنا المرة اللي فاتت إيه هي الأسباب الضرورية اللي بتخليني لازم أستخدم الدفع النفعي، قلنا اللي هو قصر المرافق تحت الأرض، ازدحام المرور والشوارع فوق الأرض، قلنا أيضا المجاري المائية والأنهار عشان نعدي أي مرافق من تحتها بنعديه بالدفع النفعي، قلنا برضو كك الحديدية والمترو عشان نعدي من تحتها خط موسيل لازم نعديه بالدفع النفعي، قلنا منشآت الري اللي هي من أهمها جاكينج اللي هو السحرات اللي هو بنعدي مجرى مائي تحت مجرى مائي متقاطع معاه زي ما بنعدي مية مصرف أسفل مية معاها، فبنعديها بنظام الدفع النفعي للمواسير اللي هو البايب جاكينج. برضو لو في كباري بنعدي من تحتها نظام الدفع النفعي. عرضنا بعد ما استعرضنا مميزات قلنا الدفع النفعي بيحتاج لايه، قلنا بيحتاج لبيارة دفع، بيحتاج لبيارة استقبال، وبيحتاج لماكينة دفع، لمجموعة من التجهيزات فوق سطح الارض والمكنة والمواسير، ادي الاحتياجات بتاعت الايه الدفع النفعي. واتكلمنا عن تنفيذ بيارات الدفع وبيارات بيارات الدفع وبيارات الاستقبال، اتكلمنا قلنا ايه هي بتتنفذ ازاي وايه هي اساسها، اللي كان من ضمنها ان انا بصب البياره كاست ان سيتو وبغوصها بالويت سينكينج، او بعمل بياره بالسيكنت بايل بالخوازيق سواء كانت البياره مربعه او مستطيله او دائريه. وقلنا بننفذ برضو البيارات بطريقه الدايفرام وول اللي هي الحوائط الخرسانيه اللوحيه، وبننفذ البيارات ديت بنظام الشيت بايل اللي هو الستائر المعدنيه. والمره اللي فاتت في حاجه ما قلناهاش للامانه، كان في احد الزملاء سال ازاي بنحدد قطر بياره الدفع وقطر بياره الاستقبال، ازاي بنحدد قطر البياره. فالاجابه دي على عجاله، ولكن في شريحه عاوز اعرضها على حضراتكم النهارده اللي هي بتقول نعم. الو ايه دكتور؟ ايه دكتور من حضرتك؟ معانا. انا هعمل بس ميوت للناس كلها عشان حضرتك. يا ريت يا جماعه، الشريحه ديت في منتهى الاهميه، وقليل ان حد بيعرضها، ولكن هو عشان السؤال كان من اخ عزيز، السؤال مهم جدا وبيدل على التفاعل ومحاولة الوصول للمعلومة. سأل ازاي بنحدد قطر بيارة الدفع، فاللي قدام حضراتكم دي دائرية. بيارة الدفع الدائرية ديت اللي باللون الابيض ده اللي هو داخل البيارة، القطر الخارجي الداخلي بتاعها
والسمك ده هو سمك الخرسانه بتاع البياره. وعندنا انا بعمل بياره الدفع ديت جاكنج بيت او جاكنج شافت او لونشنج شافت ايا كان مسماها على اختلاف الزملاء واختلاف الشركات كلها مسميات لبياره الدفع. فالبياره ديت عباره عن ده شكل البلان بتاعها مسقط الافق البياره. والمسقط فيه ايه؟ بعمل فيه حائط صد. انا عندي البياره طبعا شكلها دائري فبعمل هنا كورد او وتر اللي هو ما بين بي النقطه بي 3 وبي ده اسمه وتر. الجزء اللي وراه السيجمنت اللي وراه ده القطاع اللي وراه ده اسمه حائط الصد اللي هو سارس طول. واليمه الثانيه بيبقى عندي برضو كورد من البي 1 للبي 2 بيبقى وراه قطاع اصغر بيبقى بنفتح فيه فتحه اسمها فتحه التانل اي او عين النفق. يبقى ادي شكل اللي انا عاوز ايه اوصل له. طيب انا قطر البياره ديت لسه مش عارفه بس انا عارف النفق هعمله قطر كام. المعلومه ايه المعلومات اللي عندي؟ قطر النفق اللي هو ايه المشوتر دايمتر. انا عندي اوتر دايمتر اللي هو ده وعندي المين جاكينج ريج او المين جاكينج ستيشن اللي هو محطة الدفع الرئيسية تبقى موجودة ورا المكنة. يعني الجزء الاصفر اللي هو موجود ده اسمه L1 L2 اسف L2 ده اللي هو المكنة او جزء من المكنة اللي بتحط ايه دفعة واحدة لان ما هنقول دلوقتي انها كم جزء. فانا عندي L2 ده المكنة وL1 ده اللي هو محطة الدفع الرئيسية. الجزء الاحمر ده اللي بنقول عليها الجاكينج ريج اللي هو بيبقى فيها البساتم وهي مغلقة. لما بتفرد البساتم بتوصل لحد الايه الخط الازرق ده. الخط الازرق ده اذا الطول من اول النقطه ديت لحد حائط ده اسمه ال ايه L1. اذا انا عندي L1 وL2 مجموع الاثنين دولت الطولين لازم يتحطم في البياره وراهم حائط الصد. تمام. فعندي المين جاكنج ريج في ظهرها بليت. البليت ده بيبقى له عرض وله ارتفاع. العرض بتاعه اللي احنا اسمه ايه مين جاكنج ريج ويدز اللي هو ادي عرض الايه البليت الحديد اللي بيبقى في خلف البسات ده عرضه ده لازم يتحقق. فانا عشان احسب بقى الطول بعمل ايه؟ برسم السنتر لاين بتاع النفق او السنتر لاين بتاع المكنه وبحدد عليه خط بطول بيساوي L1 وL2 خلاص. وبعدين بعمل في اوله كورد اللي هو ايه وتر بيبقى ايه بيساوي نص قطر المكنه الخارجي زائد مسافه نص متر. لا انا مشاور عليها هنا 50 سم. يبقى ده ايه نص قطر المكنه زائد 50 سم. وفي الظهر باخد برده خط عمودي عشان اشكل الخط العمودي ده اللي هو ايه نص عرض البليت الخلفي نص عرض البليت الخلفي زائد مسافه افتراضيه عشان اقدر احط عليها التجهيز. المسافه ديت من 75 الى 1 متر. اذا انا وصلت للنقط الاربعه دولت B1 وB2 وB3 وB4 بطريقه سهله جدا. يعني خدناها في ابتدائي ان احنا ازاي نرسم دايره بتمر بثلاث نقط مش اربعه بقى كمان. انا عندي اربعه انا افترض ان هم ثلاث نقط. ارسم دايره بتمر بالنقطه B1 وB2 وB3. الدايره ديت هي القطر الداخلي للبيار اللي هو انر شافت راديوس اللي هو مشاورين عليه ده. ادي الانر شافت راديوس. اذا انا عرفت اجيب القطر الداخلي لبياره الايه الدفع وبديها للي هو الديزاينر الاستراكشر ديزاينر بقول له صمم لي البياره ديت. هيقول لي بقى سمك الجدار هيبقى كام، سمك الجدار كام وسمك اللبشه كام وسمك البلاج كام. ده طبقا لحسابات الضغوط الخارجيه وعمق البياره والابليفت مجموعه حسابات بيطلع لي السمك بتاع الايه البياره. في بياره فيها خط واحد بس في ايه نفق واحد. طب لو عندي ايه نفقين هيبقى الشكل عامل كده برضه نفس الكلام اللي قلناه الا ان انا بسيب مسافه كلير ديستانس ما بين النفقين بتساوي القطر بتاع الايه النفق.
اللي هو ايه الماشين اوتر ديامتر، برضو بسيب مسافه قد القطر نفسه. يبقى ادي النفق الاولاني والنفق الثاني في ما بينهم ايه مسافه بتساوي ايه القطر الخارجي بتاع النفق، مينيمم عشان ما يحصلش تداخل في اجهادات التربه اثناء دفع المكنه، لان هنفذ نفق وبعدين هنفذ الثاني. وانا بنفذ الثاني اولا عشان ما اسحبش التربه بين النفق الاولاني، ثانيا ما اعملش ضغوط جانبيه على النفق الاولاني. فبيقولوا مينيمم المسافه بتكون ايه نفس القطر الخارجي بتاع النفق، او لو عندي فرصه ان انا اسيب مسافه مره ونص يبقى افضل طبعا. ودي طبعا المسافه دي برضو ترجع للجيوتكنيكال انجينير او الاستشاري اللي هو بتاع ميكانيكا التربه، بيحسب لنا الاجهادات ويشوف المسافه ديت امنه لتنفيذ النفقين بالنسبه لنوع التربه ده سبيشيالي ولا لا. ده كان شرح ازاي بنحدد قطر البياره. طبعا احنا حددنا اكتر الاف البيارات في المشاريع، واصبح بقت العظه لما يكون عندي نفق قطره كذا بتبقى بياره الدفع قطرها كذا، وبياره الاستقبال قطرها كذا. والجدول ده بنخليه خلاص هو ايه بقت ولكن لازم نتعلم الطريقه ان هو بيتحسب ازاي. المهندس مش بيحفظ ارقام او بيشيل جداول، لا ده هو بيعرف المعلومه تيجي ازاي. عفوا. يبقى دلوقتي عملنا واحنا بنعمل مراجعه عرضنا طريقه حساب قطر البياره. بياره الاستقبال ما بيبقاش فيها المين جاكنج ريج اللي هي الخلف بساتم او ما فيهاش جاكات دفع، يعني بيبقى اللي هيطلع منها المكنه بس. والمكنه زي ما قلت لكم بتتكون من ثلاث اجزاء، القطر هيد اللي هو الوجه القاطع للمكنه، وبعدين الجزء الشيلد اللي وراه ده بيبقى مكون من جزئين بس اتجد مع بعض الجزئين دول، وبعدين الجزء الثالث الرير اللي هو ايه كده اللي ممكن بيتفصل. طالما ممكن بيتفصل ما بحسبش البياره عليه، انا بحسب البياره على الجزء الاطول اللي انا هنزله مره واحده في البدايه. الجزء ده بنزله بحسب بدفعه بيتزق بالجاكات بيخش جوه التربه، وبرجع الباساتم تاني وبنزل الجزء التاني بتاع المكنه وادفعه. بعد كده بنزل المواسير، المواسير بيبقى طولها اقل من طول المكنه، فما بقاش في مشكله عندي ان انا انزل الماسور طالما نزلت المكنه ودفعتها. طب بياره الاستقبال اصممها انها تستوعب طول المكنه بس، لانها هيطلع منها المكنه من الجهه الاخرى فقط، وكمان ما بيبقاش فيها حائط صد، فبيبقى فيها فتحه التانل اي ديت اللي هو السيجمنت ده، ما بيبقاش فيها حائط الصد اللي هو الجزء الخلفي. ده كان شرح سريع للبيارات، وبعدين شرحنا طريقه تنفيذ البيارات، وبدانا في احتياجات النفق ان انا بعمل جيوتكنيكال سيرفي للتربه والقاطع للمكنه او نوع المكنه بصفه عامه على حسب نوع التربه. كل انواع مجموعه انواع تربه معانا بينفعها نوع ماكينه او نظام ماكينات معين، يعني نظام الماكينات الاي بي بي زي ما قلنا بينفع في الكلي وفي السلت او السلتي كلي او السلت ساند. لما بنخش في طبقه الساند او السلت بيور او السلت ساند او جرافل بيبقى الافضل المكن من نوع اسمه سلاري. دي كانت من النقط المهمه اللي اتكلمنا فيها امبارح المحاضرة الماضية، وقلنا ازاي بيتحط جوان شكل من الطبيعة. الورا هو البليت، البليت الورا والمسافة اللي قلنا عليها، وادي البساتم والتانل اي، وبعد النفق برضو 50 سنتي زي ما قلنا اللي هم الشوية دولت. دي صورة من على الطبيعة. شوف البياره مش اسع الاوفر او الزياده عن اللزوم، يا دوبك الحاجات محطوطه في الاجزاء اللي هي اللي بعد هنا يمين وشمال.
وعند النظام التوجيه ان احنا بنوجه المكنة باستخدام شعاع الليزر. عندي شعاع الليزر بيطلق شعاع ليزر من اخر النفق في بيارة الدفع الان ونطلق على جهاز اسمه تارجت. جهاز التارجت اللي هو المربع الاسود الصغير ده اسمه الليزر تارجت. الليزر تارجت ده شاشة حساسة لما بيجي عليها شعاع بيدي اشارات عن طريق كيبل داتا كيبل بيوصل للكنترول روم اللي هو اللي في فوق سطح الارض. بيبقى قدامه كنترول بانل. الكنترول بانل ديت فيها شاشه. ادي الشكل الشاشه و انطباع تارجت بيجي هنا بيمثل للاوبريتور في صوره نقطه حمراء او نقطه بيضاء ايا كان. وبيبقى بتاع الماكينه اصلا اللي هو الداتا السورس داتا المتغذيه بيبقى موجود بلون اخر. فهو بيعرف ان المكنه في الوقت الحالي انحرفت عن التارجت دايركشن ولا ماشيه في نفس الطريقه. ادي شكل الشاشه وده القط هيد اللي هو باللون الاحمر. النقطه دي ممثله على الشاشه بلون احمر والنقطه اللي هي باللون الاخضر ديت اللي هو النقطه الايه الفعليه اللي جات له. وبيبقى على الشمال قراءات بالموجب وبالماينس بتمثل له اذا كانت المكنه في لو الرقم ده طبعا زيرو هيبقى طبق للنقطه الفعليه مع النقطه مع الهيد بتاع المكنه. اما لو كانت الارقام دي بالسالب فبتبقى في انحراف بسيط يمين او انحراف شمال او فوق او تحت. يعني ده بيمثل له الاتجاهات الاربعه بتاعه النفق. فبناء عليه في عنده سندر او بساتم ستيرنج بيقدر يعدل مسار المكنه او البول وهو ماشي. وادي شكل التارجت اهوت من على من الطبيعه. وده شكل الاوبريتور وده كان اوبريتور الماني مع الاوبريتور المصري اللي كان مهندس معانا. وكان في الاول النظام المتبع انت لما بتشتري مكنه ممكن بتشترط ان يجي اوبريتور يشغل لك اول نفق او اول 100 متر في اول نفق حسب الاتفاق وان هو يدرب الناس بتوعك على استخدام المكنه وتوجيه المكنه. لان اهم حاجه ان انت ازاي توجه مكنه تحت الارض بملايين البنيات وانت فوق سطح الارض. ولو حصل طبعا انحراف بيارة الاستقبال اللي احنا عاوزينها. ولذلك الاوبريتور هو اهم جوب في الجروب بتاع او الطاقم بتاع تشغيل المكنه. فلان الاوبريتور ده هو عليه توجيه المكنه للسنتر لاين بتاع النفق في بياره الاستقبال اللي بتبعد عنه مسافات كبيره ومعديه من تحت مجاري مائيه او من تحت عوائق او من سكه حديد وتبقى لحظه وصولها هي اكبر راحه طبعا نفسيه لطاقم الاشراف على المكنه او على المشروع. لان احنا بنشبه بالظبط موضوع اقلاع الماكينه من بياره الدفع زي التيك اوف بتاع الطياره. شوف بقى الطيار بيبقى متحمل مسؤوليه الطياره زوايا بدأ اقلاع. والمكنه بياره الاستقبال بيشبه باللاندنج اللي هو هبوط الطياره بسلام بعد كل رحله. اذا بعد كل رحله عندنا بنسميها درايف او خط من بياره الدفع لبياره الاستقبال بنقول عليه درايف. فكل درايف بيمثل بالنسبه للاوبريتور تحدي. كل درايف بيمثل ايه؟ تحدي
ان هو ازاي هيطلع بتوجيه سليم من حيث الليفل والدايركشن، وكانه ماشي طول النفق ايا كانت العقبات اللي بتقابله طبعا، ودي بتبقى كتير، ان هو يوصل للايه لبياره الاستقبال. وده دي العلاقات ما بين الكنترول بانل وما بين المكنه وما بين، يعني عندي هنا التارجت، في عندي كل جهاز بقى في ريكوايرد فاليو اللي هو القيمه اللي هو المستهدفه، والاكشوال فاليو يبقى اذا في داتا متبادله، في كيبل داتا ما بين كل جزء في المكنه وما بين الكنترول، يبقى في عندي ريكوايرد فاليو وفي اكشوال فاليو، سواء كان من الليزر او من البساتم او من محطات ضخ البنتونايت، اي جزء في المكنه بيبقى فيه داتا رايحه طبعا وداتا ايه جايه، وعلى الاوبريتور ان هو بيدير هذه الداتا للتوجيه السليم ايه للمكنه. احنا كنا اتكلمنا وقلنا ان احنا بنواجه قوه احتكاك ما بين التربه وما بين جسم المكنه وجسم النفق من الخارج، فعندي قطر المكنه اكبر من قطر النفق بحوالي 15 مللي، فال 15 مللي ديت لفيف او سايرن داير حوالين جسم النفق. ال 15 مللي دول بيبقى فايدتهم ان انا بضخ فيهم بنتونايت، البنتونايت ديت ماده بتقلل الاحتكاك ما بين التربه وما بين جسم النفق، زي ما قلنا بيبقى فيها ثلاث فتحات، ادي فتحه هنا فوق وفي فتحتين يمين وشمال بيبقوا على زاوية قطرية 120 بحيث متوزعين على المحيط بتاع الماسورة بتاعت النفق. انا هتلاقي طول القوس ده قد ده قد ده، لان الزاوية هنا 120 درجة ما بينهم، عشان اما ضخ بنتونايت من الثلاث فتحات بيتوزع بالتساوي حوالين جسم النفق. وادي شكل الايه محطات ضخ البابي، وادي الكيبل داتا اللي هو الاحمر ده اللي بيدي اوامر للمحطات ديت انها تضخ بنتونات امتى، ساعه ما بيحصل عنده ممانعه او ستاك او البساتم الرئيسيه مش قادره تدفع النفق او البساتم الوسطى، فبيبدا يضخ كميه بنتونات عشان يقلل الكاك، وبالتالي بيزيد معدل سريان الايه النفق في التربة. يبقى ده الفايدة الايه انتوناي. طيب لو عندي النفق طويل وقيمة الفريكشن عالية على الرغم ان انا ضخيت بنتونايت خلاص، وقيمة البيرنج بريشر اللي هو ضغط وجه التربة عالي بالاضافة الى ضغط الاحتكاك، برضو البساتم الرأسية مش قادرة تدفع النفق أو القوة بتاعتها القصوى مش هتقدر تواجه هذه المقاومة، فبنستخدم محطات دفع متوسطة. ده شكل محطة الدفع المتوسطة من مجموعة البساتم بتوزعها على المحيط الداخلي بتاع النفق. مجموعة البساتم ديت بنقول عليها إيه محطة الدفع المتوسطة ميديا جاكينج ستيشن. وادي بيبقى شكلها ايزومتريك اهو من النفق نفسه، كل ماسوره بيبقى فيها ايه ستيل كولر اللي هي الراس ستيلر زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت والديل، اما ماسوره محطه الدفع بيبقى الستيل كولر بتاعتها طولها حوالي متر ونص، عشان بتتم الداخليه ديت لما تتفرد على اقصى طول لها بتبقى حوالي 125 او 130 سنتي ماكسيمم، يبقى برضو الستيل كولر مغطي جزء من الديل اللي هو النص الثاني من محطه الدفع المتوسطه. اذا محطه الدفع المتوسطه عباره عن جزئين، جزء بيبقى ديل وجزء راس، وجزء الراس بيبقى في ستيل كولر اللي هو في ظهرها مجموعه البساتم المتوزعه في الداخل. وادي شكل البساتم، يعني الماسوره اللي هي قطرها 2500 مللي بيبقى فيها حوالي ال 22 بيستم دولت، لما لو جمعنا مجموعه البريشر بتاعهم هيساوي الاربع بساتم الرئيسيه
اللي هم محطه بياره الدفع. محطه الدفع الرئيسيه بيبقى فيها اربع بساتم رئيسيه، كل بستم بيبقى الضغط بتاعه حوالي 350 طن. ال 350 طن في اربع بساتم في حوالي 1400 طن. ال 1400 طن دولت بيتوزعوا على البساتم محطه الدفع المتوسطه اللي هم مثلا حوالي 22 بستم، يعني كل بستم حوالي 63 طن. عارفين ان البستم الماكسيمم فورس بتاعته 75 طن، فبنشغله على اجهاد اقل طبعا عشان يبقى فيه فاكتور اوف سيفتي. فكل بستم من دولت 75 طن انا بشيله 60 او 62 او 61 تقريبا في الحاله الايه القصوى، عشان ايه لو في احد البساتم او في ضغط اقل بقيه البساتم الثانيه بتعمل وبتقوم بالدور تماما. ادي ايه محطات الدفع المتوسطه، وده الانترميديت جاك بايبس. ادي شكل الكولر اهيت لو شيت ده الاسود، وده الجزء الجروف ده اللي هو الديل بتاع النصف الثاني من محطه الدفع. كل ماسوره قلنا بيبقى فيها جوان، محطه الدفع بيبقى فيها اثنين جوان عشان هي مقفوله، بيبقى ادي جوان هنا وجوان هنا. فعندي محطه الدفع المتوسطه فيها اثنين جوان، وادي شكل بتاعها، والبساتم بتتحط هنا وهي مقفوله. لما بتتفرد البساتم الجزء ده بيتحرك ويبقى برضو لا يزال هذا الجوان ايه حايش قاطع للميه. يبقى ده شكل ايه قطاع في محطة الدفع المتوسطة. وديت الجنرال ميثود ستيتمنت، ان انا بعمل سيت اب وبعدين لينج جاكينج ريج، بنزل ماكينة محطة الدفع الرئيسية وبعدين بثبت الليزر، وبعد كده بنزل المكنة نفسها مكنة الدفع، وبعدين بنزل المواسير اول ماسوره، وببدا اتشيك على الليزر، وبنزل تاني ماسوره، وبعدين اتشيك على الليزر، وهكذا. وده السيكونس ده بيتكرر في كل ايه نفق. تمثيل ايه لتخطيطي لطريقه الدفع. ادي المكنه هنا دخلت في التربه في عن طريق في جوان طبعا رابر سيل هنا موجود، وجزء بتاع المكنه الاولاني دخل، نزلت الماسوره ودفعتها، وبعدين نزلت الماسوره الثانيه. اما انزل الماسوره الثانيه بدفعها. هتلاحظ هنا ان الجاك لما بيتفرد، شوف ادي طول الجاك وادي طول الماسوره، ولسه ايه عندي غرفه الدفع في طول زياده، لان المكنه بتبقى اطول من طول ايه الماسوره. بنزل الماسوره الثالثه، الماسوره الثالثه نزلت، بفرد الجاكات ثاني، بدفعها جوه التربه عن طريق ان المكنه الكتر هيد بتاع المكنه ده بيفتت التربه وبيطلع لي التربه بايا كانت الوسيله، سواء كان بطريقه السلاري بيروبها مع الميه، او الاي بي بي اللي هو البالانس عن طريق السكرو والسكيب. يبقى التخلص من التربه ده قصه ثانيه، لكن هو بتاع الدفع هو يبقى عندي ميكانيزم الدفع. بدفع الماسوره، عايز تشوف البيست من هنا، لاحظ هو بيتفرد، وبعدين برجع بلم الماسوره الثانيه وهكذا. ده عرفنا ايه النظام ميكانيزم الدفع، وده بيبين لك شكل عام للكلام بشيل ان انا ازاي بغيره بالسيجمنت البريكاست سيجمنت. ودي شرحناها برضو المحاضره اللي فاتت. دي صور من على من الطبيب لبعض. هنا الشكل واضح تماما اهوت، بس هنا في ملاحظه ان البساتم مش بالكامل في ظهر الماسوره او ظهر المكنه. فدي بوكت جاك ريج كومباكت ديت، عشان اعمل بياره قطرها اقل ما يمكن اخترعوا النظام اللي هو الكومباكت ده. يبقى البستم طوله خارج المكنه او خارج الايه الماسوره، عشان اما بحط المكنه هنا بيبقى طولها كبير، فانا لو خدت طول المكنه زائد طول البست
سيستم اللي هو من اول نقطه الصفراء دي اللي احنا مثلناه في البدايه ب ال ايه ال2 ادي ال2 لو حطيت قدامه كمان ال1 اللي هو طول المكنه كنت هحتاج بياره اكبر من كده بكتير. فاداء اخر اللي هو اما الناس اشتكوا من ان بياره الدفع لو عندي نفع طوله مثلا 50 متر بحمل عليه بياره الدفع بياره استقبال، نفع ده طوله 200 متر هي برضو بياره الدفع بياره استقبال. اذا في كونستانت كوست او تكلفه ثابته بتتحمل على النفع ايا كان صغير او طويل. فاشتكينا كل شركات المقاولات والاونرز والكونسلتنتس اشتكوا قالوا ان انت بتكلفونا كتير يا بتوع دفع نفعي كبير جدا علشان ننفذ نفع طوله وتبر ايا كان طول قصير او كبير قدر النفع عند طوله 50 او 40 متر هعمل له بياره دفع بالضخامه دي. فقالوا لنا الجاكنج ريج ديت الكبيره دي وخلى البيستن بره. البيستن بره زي ما انتم شايفين حضراتكم كده وده طبعا وفر لنا كتير. فاصبحت الياره ديت قطرها مثلا 6 متر ونص بعمل من خلالها نفع قطره 1500 ملي داخلي و1820 ملي متر. النفع ده قطره 1800 متر 800 ملي متر يعني متر و80 خارجي ومتر داخلي او متر و40 داخلي هو برضه نفس القطر الخارجي. لان احنا ايه قلنا عشان ما نعملش مكنه لكل قطر فممكن مكنه بتشمل قطرين قطر الي و1500 ملي يبقى الخارج بتاعهم هو 1820 ملي. فعندي ادي قطر النفق بنفذه من خلال بياره زي ما قلنا قطرها 7 متر تقريبا او 6 متر و70 في الحدود دي عن طريق ايه كومباكت جاك ريج. والبستم هنا ما بيتفتح بقيه البستم هنا فيه موجود في المسافه اللي هي طول ايه غير مستغل او غير شاغل للبياره يعني. وهنا برضو بقى مكونات دفع يعني هنا السلاري موجوده هنا على جنب والجهاز الليزر اللي هو بيدخل الشعاع من خلال النفق لحد التارجت اللي هو في مقدمه النفق هنا اللي هي جوه النفق مع قبل اول مصور. وادي الرابر سير اللي هو مع التانل اي اللي هو وش فتحه المكنه. وهنا البياره اللي فاتت دي كانت بياره بالخرسانه ودي بياره برضو بالايه منفذه بال شيت باي اللي هو الستائر المعدنيه. فايا كانت البياره منفذه بايه هو اسلوب الدفع النفعي برضو هو اللي ان زي ما قلنا اللي هو اللي تاج معاه دوترنج سيستم. اما البياره الخرسانه بتبقى ايه منع للميه فما بحتاجش معاها دوترنج سيستم وغالبا بنستخدم البيارات الخرسانيه عشان كده. وده شكل ايه بياره استقبال والمكنه خارجه من فتحه الايه فتحه التانل اي اللي هو فتحه يعني عدكم المكنه طالعه في السنتر بالظبط بتاعها. والنفق ده كان في الاقصر مدينة الأقصر في مصر هنا. وكان النفق ده قطره 2000 طبعا طالع بيبين لك ان المكنة طالعة في السنتر لاين بالظبط بتاعها. وده زي ما قلنا هو اهم لحظة المكنة انها تطلع في التوجيه في الليفل وفي الدايركشن مظبوط اللي هو مخطط لها. ويمكن شفنا امبارح في على شاشات التلفزيون المصري لحظه خروج المكنه من نفق الشهيد احمد حمدي رقم 2. الرئيس السيسي كان حضر لحظه خروج المكنه دي لان زي ما قلنا بتبقى اهم لحظه نفق. بعد كده بقى تشطيب النفق من الداخل والبقيه الاكتيفيتي بقى الالكتروميكانيك والفينشنج كل ده سهل لانه خلاص بعد ما النفق اتعمله والنفق جاف ومتنفذ ومفيش اي مشاكل. لكن هو اهم حاجه اللحظه اللي صوروها امبارح وشفناها كلنا والمكنه وهي بتدور وبتكسر بتعمل حاجه اسمها ثرو بريك ثرو اللي هو تكسير حائط بياره الاستقبال بواسطه الكتر هيد بتاع المكنه وهو بيدور الكتر
بيكسر اخر جزء في جدار بيارة الاستقبال. طبعا هو بقاله اسبوع او 10 ايام بيكسر في جدار بيارة الدفع. البيارة ديت سمكها مثلا متر وعشرين وكله خرسانة، وخرسانة بجهاد عالي، فبيبقى ماشي فيها بحذر شديد. فممكن بقاله اسبوع هو لحد ما بدأ، لان ميزة الكتر هيد بتاع المكنة بيبقى السنتر لاين بتاع المكنة بارز عن بقية سطح الكتر، فأول جزء بيلامس اللي هو بيلامس الجدار البيارة الاستقبال، وبيعمل أول ثقب صغير اللي هو السنتر لاين بتاع الكتر اللي هو ده. انت تلاحظوا هنا في الصورة برضو المكنة دي برضو السنتر لاين بتاعها بيبقى فيها ايه جزء بارز كده عن بقية سطح المكنة. فالجزء ده أول حاجة ما بيظهر زي ما بنشبهها احنا بالكتكوت لما بينقر البيضة بالمنقار بتاعه، فبرضه المكنة بتنقر السطح بتاع المكنة بجزء السنتر لاين أكتر جزء بارز في وجه المكنة. فأول ما الجزء ده بيظهر خلاص كله بيستبشر خل إنه ظهر فين؟ في السنتر لاين اللي هو متعلم عن طريق طقم دي، بيبقى حاطط نقطه معامل مارك بلون مميز يقول ان المفروض لو المكنه ماشيه صح هيجي سنتر المكنه هيكسر الحته ديت اول جزء هيتكسر. وفعلا اول ما بيحصل ده الكل بيطمئن، المكنه ايه طبعا خارجه، وشفناه كلنا امبارح في نفق احمد حمدي اسفل قناه السويس امبارح على الشاشات. بيبدأ يزق بقى جسم المكنة، وجسم المكنة مكون من جزئين مرتبطين ببعض التشد اللي ما بينهم المسافة ديت 5 سنتي اللي بيحصل فيهم الستيرنج لما بيحصل انحراف بعد الانحراف بيحصل حركة دودية حوالين هذا الجزء. إذن المكنة الجزء الأولاني المكنة طلع بالكامل ها الايه الاستقبال، ببدا اربط فيه الهوك الاربع هوك دولت اللي ايه هصبنهم في الهوك بتاع الونش وارفع المكنه منهم. اذا بارت الاستقبال زي ما قلنا فيها بس تانل اي وفيها جوان هنا، وفي الامام ما فيش حائط صد ولا تانل اي ولا حاجه ايه وش المكنه. فانا بطلع المكنه دي لما بتتزق بالكامل في البياره ببدا برفعها بالونش. دي اخر لقطه في النفق، وشكل الونش وهو شايل المكنه ومخرجها من البيار. طبعا عندنا انواع كتير من المكن زي ما قلت لكم. بالنسبه للبايب شير الدفع الافقي الموجه اللي هو في زميل هيعمل محاضره مخصوص للدفع الافقي الموجه اللي هو بنقول عليه اتش دي دي، ودي اختصار horizontal directional drilling. اما البايب جاكينج بيبدا بقطر 600، لكن الاتش دي دي ممكن يعمل قطر اقل من 600، ممكن يعمل اقطار لحد 150 مللي 200 مللي، بيعمل اقطار صغيره جدا. زي لو انا عاوز اعدي كابل مش معقول هعمل 600 مللي او 450 مللي، فممكن اعدي بس ماسوره على قد الكابل بس عشان ايه اقلل التكاليف. فعندي الدفع النفعي بقى بيختلف، بيبدا قطره من 600 متر، اصغر ماسوره ممكن ايه ادفعها، لان جوه الماسوره دي بيبقى فيه خطوط زي ما قلت لكم فيد، خطوط مواسير فيد وخطوط مواسير ايه اسلاري، وبيبقى فيها مجموعه كابلات داتا، وفي خراطيم زيت عشان البساتم، ففي مجموعه مواسير وخراطيم وكابلات كتير، فلازم القطر 600 مللي ده ايه بحتاج امشي فيه الحاجات دي، عشان كده بنقول القطر. عندي بعد كده 800 مللي، ادي المكنه اي في ان يعني سلاري، يعني الرموز ديت للمكنه كل رمز بيشير الى حاجه، اي في ان اللي هو بيبين ان ده ايه مكنه نوعها سلاري. وفي مكن هنا تحت اهوت اي بي بي اللي هو ايرث بريشر بالانس. المكنه دي بتختلف عن المكن الاسلاري في ايه؟ في طريقه استخراج التربه من النفق. عندي كل مكنه وبيبين هنا
ماشين سيريال نمبر، بيبقى كل مكنه لها سيريال نمبر حسب الشركه اللي هي المانيفاكتشرر، بيبقى بيقول ام يعني ايه ماشين. يعني هنا ثلاث ارقام مش 000 طبعا، بيبقى كل مكنه لها ثلاث ارقام مميزه لها، وام يعني ايه ماشين، والثلاث ارقام برضو بس سي يعني كنترول، يعني كنترول له ربع رقم، بحيث ان انا ايه بيبقى اميز كل مكنه بالسيريال نمبر ايه بتاعها. وهنا المانيفاكتشرر اللي هو الشركه المصنعه شركه هيرنج كنشت هي، وهنا البايب انر اللي هو القطر الداخلي بتاع النفق 600 مللي، والبايب اوتر دايمتر اللي هو القطر الخارجي بيبقى 850 مللي. يبقى اذا كل القطر الداخلي والقطر ايه خارجي ستاندرد، يبقى عندي ادي 800 وادي 1000 مللي وال1200 مللي، ال1000 مللي وال1200 مللي، وادي القطر الخارجي بتاعها. عشان لما اجي اصنع بابريخ خارجيه والاقطار الداخليه لمصنع المواسير عشان يصنع لي المواسير ويسلحها بناء على هذه الاقطار. عندي 1400 مللي، عندي 1500 مللي، وعندي مكنه 2500 مللي. طبعا كل القطر ده كل الارقام دي للقطر الداخلي. وعندي مكنه قطر 3 متر و20 اللي هو 3200 مللي، بيبقى قطر الخارج بتاعها زي ما قلنا في البدايه 3960 مللي. دي اقطار المكنات الايه الموجوده والمتاحه في السوق. وادي شكل البساتم، دي بساتم رئيسيه وديت بساتم محطات الوسط، وده شكل بياره، بس هنا البياره ايه احنا بنلجا للبيارات المربعه اذا كانت المساحه المتاحه لنا في المشروع قليله بسبب وجود مرافق تحت الارض، فبضطر استخدم ايه الشكل المربع لان بياخد مساحه اقل، وبالتالي بتعدل الاستراكشر ديزاين على شكل اللي بيحتاج تسليح من نوع خاص، لان طبعا افضل شكل اللي تحمل الضغوط اللي هو الشكل الدائري، لان كل الضغوط بتتحول ايه الارش، فبيبقى المينيمم مومنت على جدار البياره. لكن احيانا اضطر اعمل بياره مستطيله او بياره مربعه، وبعمل حساب كده مفيش اي مشكله. بعمل من ضمن الموبيلايزيشن طبعا بصب ايه بلاطات خرسانيه تحت الكنترول وتحت التجهيزات بتاعتي، بصب ارضيات خرس اسفل الكرادل او الفريم بتاع محطه الدفع الرئيسيه، بعمل مجموعه من التجهيزات قبل ما انزل المكنه. ده جسم المكنه هو بينزل في البيضه، ودي شكل المكنه، دي شكل ايه انواع معينه من الماكينات. في عندي ماكينات الحوائط اللوحيه اللي قلنا بننفذ فيها بعض البيارات، بننفذها بطريقه اللوائح الحوائط الايه اللوحيه. ودي شكل القطر بتاع مكنه الدايفرام وول، مكنة الدايفرام وول ديت كانت الصورة دي بالذات كانت في المدينة المنورة، يعني شكل الحرم النبوي بالمآذن بتاعته موجود في ظهر في خلفية الصورة. ودي كانت مكنة الدايفرام وول بتعمل نفق في المدينة المنورة، نفق للسيارات. ده بيوري لك شكل ومواصفات الحوائط اللوحية، وديت ممكن نفرد محاضرة عن طريق تنفيذ الحوائط اللوحيه اذا ايه اراد الجميع او طلبوا ايه ذلك. في عندنا بعض المعدات المساعده اللي بحتاجها زي اللودر، زي البامب، طبعا في مساعده ايه كتير بنحتاجها. هنمشي بقى الشرايح ديت لان ديت ايه بيستعرض بعض الايه الاعمال السابقه اللي نفذناها. وزي ما قلت لكم كان عندنا ايه مشروع الدفع النفعي لمجمع الصرف الصحي الرئيسي في العجمي في مدينه ايه اسكندريه. كانت البيارات بتتعمل على البلاش
او الشاطئ وكل بياره بيتعمل لها ايه سور حواليها، والناس موجودين بيستغلوا الشاطئ والبلاج عادي خالص. بيعرفك ان ده صديق للبيئه، ممكن البيئه اللي حواليك سواء كان في الطرق السيارات بتمشي حواليك زي ما هي، لو سواء كان على ايه شاطئ او بلاش، الناس بتقضي حياتها بصوره طبيعيه، انت كل اللي مستغله مكان البياره فقط. ودي بيارات قلنا اللي هي سيجمنت بريكاست سيجمنت ايه شاطئ. كان المشروع اللي فات ده كان عندنا فيه بريكاست ايه سيجمنت، وادي شكل النفق من الداخل، بيبقى طبعا زي ما قلنا الجوان بيبقى مانع لدخول الميه تماما. ادي شكل النفق من جوه ونظيف، لان بعد ما بخلص النفق بحقن الفواصل وبحقن النفق من الفتحات اللي كنت بحقن منها بنطلون اثناء الدفع، الفتحات بحقن منها ايه اسمنت عشان اثبت النفق وامنع برضو تسرب اي ميه من خارج النفق لداخل النفق. وادي شكل النفق من الداخل اثناء اعمال الحقن. وده جهاز اللي بيلحم التبطين الداخلي للنفق، بيبقى عباره عن ايه تي لوك هاي دنستي بوليسيلين. التي لوك هاي دنستي بوليسيلين في مغلف المواسير من الداخل، ففي فاصل عند كل ماسوره، الفاصل ده بيلحم فيه شرايح هاي دنستي بوليسيلين عن طريق هذه الماكينه. ودي شكل البيارات، وده هنا اللي فات ده متنفذ بمكنه اي بي بي. احيانا ماكينه الدفع الواحده بنفذ منها ايه نفقين متعامدين على بعض، او واخدين ممكن لو عندي تغير لخط الصرف الصحي زي ما حصل في بعض المشروعات في المعادي عندنا او في العصافره في اسكندريه، كان عندنا بيارات دفع لتغيير ايه الاتجاه خط صرف الصحي، فكان عندي نفق في هذا الاتجاه ونفق عمودي عليه عادي خالص، بعمل حائط الصد بنفذ النفق ده وبعدين بكسر حائط الصد، بعمل حائط صد تاني في الاتجاه الاخر وبنفذ النفق في الاتجاه الاخر. احنا كنا وعدنا حضراتكم ان احنا هنعرض حاله كيس ستادي لنفق اتنفس كان فيه مشكله، وكنا وعدنا حضراتكم ان احنا هنعرض فيديو سريع بيمثل كل الخطوات اللي قلناها اللي فاتت. فده فيديو هنعرض لحضراتكم فيديو بيمثل الخطوات كلها بتاع التنفيذ النفق ده، انيميشن فيديو يعني مش اكشوال. باشمهندس محمد. ايوه يا فندم حضرتك. الو باشمهندس محمد اشرف، دلوقتي الفيديو بدا يظهر ولا اعمل له شير برضه؟ ثواني. لا هو مش ظاهر الفيديو. طب انا هعمل شير للفيديو اهوت وحضرتك اول ما يظهر قول لي. اوكي تمام كده ظاهر يا فندم، كده ظاهر كويس. ده فيديو يبين لحضراتكم خطوات تنفيذ النفق بالكامل. فمش عارف انا هعلق عليه لان انا شغلت الصوت، هل الصوت يبقى ضعيف؟ صوت الفيديو ضعيف كده يا باشمهندس محمد؟ تمام يا فندم، متوسط يعني، متوسط ضعيف شويه. او انا برضو ممكن اعز الزملاء ممكن مش هيوصل لهم الصوت. وادي نفس الخطوات اهيت اللي احنا ايه شرحناها. هنا بيقول ان هو هيعدي النفق تحت الطريق ده وتحت الايه المجرى المائي. ادي ايه البياره، ايه بياره الدفع هنا
500 متر. هذا هنا اللي قلنا عليه اللي هو مينيمم كفرج، اللي هو ارتفاع التربه فوق النفق اللي بالخط الابيض ده اللي معدي ده اللي هو واخد كيرف بسيط. ده هو النفق العلوي بتاعه لازم يكون اوطى من قاع المجرى المائي بمره ونص او مرتين ضعف القطر، ضعف قطر ايه النفق. هنا عشان النفق عبارة عن بايب جاكينج، يعني النفق مكون، جسم النفق مكون من مواسير، هو السيجما، ولذلك مش متاح عندي أعمل كيرف كبير. فقال لك هنا الريدياس بتاع المسار القطاع الطولي بتاع النفق في ريدياس كيرف، الكيرف ده له ريدياس نص قطره كام؟ 1200 متر. يعني بقول لك ايه، بيبقى كيرف بسيط قوي. لكن لو عندي النفق ده سيجمنت، سيجمنتال تانل، ممكن اعمل كيرف اقل من كده بكتير، يعني انحناء شديد. لكن في المواسير ما اقدرش اعمل انحناء شديد. وادي المينيمم كفرج اللي قلنا عليه 2D ضعف القطر. مينيمم كفرج يعني ايه؟ الاوفر بيردن اللي هو التراب اللي فوق النفق. هنا قال ان هو عمل مجموعه من الجسات بور هولز، هي هولز ديت عملها عشان يشوف طبقات التربه اللي هيمشي فيها النفق. ودي سيب ايه اناليسيس عمله، حدد انواع التربه ولقاها مكونه من سلك وساند. فبناء على ذلك هيستخدم ايه؟ سلاري ماشين، سلاري سيستم. بيشوف البرميابيليتي بتاع التربه، بيشوف كل خواص التربه زمان. هو حدد ان هو هيعمل دفع من هذا ايه الاتجاه اللي هو بعيد الى المجرى المائي، يعني انت تخلي بياره الدفع بعيد عن المجرى المائي بقدر الامكان. وهنا شكل البياره قال لك ممكن تبقى مستطيل خصوصا اذا كان في مدينه، فلو عمل شط دائري هياخد مساحه اكبر. وده الشط ده هو شيت بايلر. هنا بيستعرض لك انواع الايه؟ انواع البيارات، شكل المواسير. ده كنترول روم، نزل فين؟ بحيث يبقى الفتحه بتاعه الاوبريتور من الشباك بتاعه شايف البياره. يعني حتى طريقه رص مكونات المعدات بيبقى ايه، بختار مكان للسيبل ايه كنترول روم. الكنترول روم بيبقى في اقرب مكان لجسم البياره بحيث البوريتور وهو فوق شايف الناس تحت، شايف شكل النفق، اي مشكله بيدخل ناس من الطاقم جوه النفق وبيقدر يشوفهم على الطبيعه. وادي الجزء ده، ده السيباريشن، وديت السلاري اي بام، ترمبه السلاري، واللي فوق ديت ترمبه الفيد اللي بتضخ الميه. والجزء ده المين جاكينج ستيشن، هاي اللي احنا قلنا عليها الجاكات الرئيسيه. هتنزل فين؟ تنزل هنا اللي في ظهرها حائط الصد، سرف طول، ده حائط الصد اللي ورا الخرساني. وادي الجزء الاولاني من المكنه. يبقى اذا هنا ادي الونش، نزل الايه المكنه مع الجاكات. ادي شكل الجاكات هي لما اتفردت والمكنه ايه قدامها. اذا الطول الجاكات زي طول المكنه مفرودين
بطول الباب. وهنا سوفت اي يعني خرسانه بدون حديد بتاعه التانل اي، لكن خرسانه حائط الصد ديت خرسانه مسلحه بحديد. وادي شكل الماكينه اهوت وهي ايه نازله. ادي الجاكات، لسه الجاكات ديت ما اتفردتش، هتتفرد الشجات وتزق الماكينه. ادي ايه الفيد الميه والمواسير الخضراء اللي هي السلاري اللي هو الراجع بتاع سائل الحفر. After the last machine sections have been installed, the tunneling machine is complete and is now ready for. ادي الماكينه بالكامل في التربه بالكامل ونزل اول ماسوره. يبقى بقول لك القطر دوت مناسب لنوع التربه. ودي الكراشر شام بتاعت الايه؟ هنا بضخ الميه في اتجاه السهم ده، والكراشر القطر هيد بيكسر بيفتت التربه، وبسحب انا بقى ايه التربه مع الميه في صوره سائل. معلش الفترة اللي فاتت دي كنت بقرأ الأسئلة اللي في الشات عشان إيه نجهز الإجابات. وده الشكل اللي قلنا عليه في المحاضرة، ده شكل الإيرث بريشر وده شكل الووتر جراوند ووتر بريشر. الاثنين دول بيمثلوا اللي هو الشيء شبه منحرف ده. شبه منحرف ده على مسطح المكنة بيديني بيرنج فورس على سطح المكنة بالإضافة إلى الفريكشن فورس على اسم النفق بالكامل. يبقى بحسب الفريكشن فورس وبحسب البيرنج فورس على الفيس وبجمع الاثنين، يبقى هم دولت الفورس اللي انا عاوز ايه اقاومها بمحطه الدفع الرئيسيه. واذا ما كفتش بحط محطات دفع متوسطه وبضخ بانتونايت على اساس اقلل. هنا بقول دخل في جزء
من التربه البروستي بتاع، فالبنتونايت اتوزع والميه اللي انا بضخها، فبالتالي البريشر قدام الفيس قل لان ايه حصل انتشار سريع. بعدل الضغط ده، بعمل كومبنسيت اللي هو تعويض للضغط ده، كومبنسيتنج ايه عن طريق غرفه هنا خلف القطر، غرفه معادله الضغط عن طريق ضغط هواء بضخه هنا، بقى ايه بعادل الضغط اللي قل قدام سطح الماء. ادي ايه الجايدنس سيستم اللي هو الليزر، شعاع الليزر هنا، شعاع الليزر مشي بطول النفق وقع فين على التارجت، ده التارجت اللي في مقدمه الايه المكنه اي ال اس تارجت، وده الستيرنج ايه سلندر، هو البساتم الستيرنج بيبقى جوه المكنه اربع بساتم ستيرنج على اساس لو انحرفت لفوق او لتحت او يمين او شمال. طبعا لو حصل اي عطلة في جهاز الليزر او في جهاز التارجت او في اجزاء الماكينة اللي احنا قلناها بيتوقف العمل، ما ينفعش يشتغل وفي جزء معطل في المكنة. عرفنا توجيه المكنة باستخدام جهاز الليزر. Set value of the machine position is shown by means of the fixed crosshair, which is green. النقطة دي بقى اللي اتكلمنا عليها دي مهمة جدا، بتاعة الايه فريكشن اللي هو ضغط شوف اللي هنا بقى المسافة اللي هم 15 مللي تقريبا بضخ البنطونات هنا. طبعا دخل بنطونات وحدات اوتوماتيك كنترول، يعني مش انا اللي ايه بضخها، ديت برضو معادلات موجوده فين في الكنترول بانل، وادي محطه الدفع المتوسطه نازله. تلاحظت هنا البساتم اللي في محطة الدفع اتفردت وبعدين ثبتها وبعدين فرد البساتم بتاعة محطة الوصل، دي بتبقى جوه النفق، بعدين يفرد البساتم المشوار الثاني، لأن مشوار البساتم بيبقى على ثلاث مشاوير. شوف هنا كم محطة دفع، اثنين ممكن في الخط الواحد بستخدم ثلاث محطات أو أربع محطات دفع متوسطة. وأدي المكنة ماشية بتوصل لبارة اللي هي الاستقبال زي ما هو متخطط، طلعت في نفس اللي زي ما قلنا تماما. هشوف وش المكنة. بشكل النفق من جوه وشكل الموسم.
كده خلص ايه الفيديو. هنقول بقى المشكله اللي حصلت. باشمهندس محمد، هو الوقت معانا مفتوح ولا هنخرج وندخل تاني؟ لا لا مفتوح يا دكتور، اتفضل. في اخر بقى جزء من المحاضره اللي هو الكيس ستادي اللي قلنا عليها المحاضره اللي فاتت. قبل ما نخش على الكيس ستادي، في اسئله في الشات يا باشمهندس محمد، تمام اعتقد ان الاسئله اتجاوب عليها ما عدا سؤال واحد اللي هو بيقول ايه. في زميل بيسال بيقول لو انت قبلك عائق ما كانش معمول حسابه، لو انت ماشي وبعدين فجاه المكنه لقيت قدامها خط غاز او خط ميه او جسم خرسانه مسلحه وات ايفر، اي عائق لا يمكن المكنه ايه تخترقه. طبعا انا المفروض اعمل دراسات كافيه في البدايه. طيب لو حصل ما بيننا حاجه، ودي وارد وان هي ايه تحصل، يبقى ما فيش حل غير ان انا ايه احفر على هذا العائق واعمل له ايه دايفرجن، يعني لازم احول هذا العائق يعني اكشف عليه، واذا كان ماسوره غاز بعمل له تحويله، باخد موافقه من الجهات اللي هي صاحبه هذا المرفق وبحول هذا المرفق بعيد عن اتجاه المكنه، لان طبعا المكنه ما فيهاش ايه مارشالير او رجوع ورا، من النفق المكنه ماشيه وفي خلف المكنه مجموعه كبيره او خط طويل من المواسير تنفذ، فما ينفعش هرجع تاني، فلازم العائق هو اللي يتحول. في هذه الحاله طالما ما كنتش عامل حسابه ايا كانت التكلفه بحول ايه هذا العائق. هل كده الاخ اللي بيسال على هذا السؤال خلاص ساتسفايد؟ عبد اللطيف، المهندس عبد اللطيف حسن اللي كان سال هذا السؤال. يا باشمهندس اسكت، ممكن تعمل له المايك باشمهندس محمد الزميل المهندس عبد اللطيف حسن اللي كان سال السؤال ده، لو حاضر كان الاجابه حاضر يا دكتور. دي كافيه بالنسبه له يعني، او هو يكتب لنا على الشات اذا كانت الاجابه كافيه ولا لا. اتفضل باشمهندس عبد اللطيف. دكتور السلام عليكم، من فضل حضرتك انا بس السلام عليكم. طقوس التربه او انواع التربه، التربه الرمليه او التربه الصخريه او التربه الطينيه، تمام. يعني لو عايز مثلا على سبيل المثال احط مثلا معدلات واحد متر ياخد كم وقت عشان احفر واحد متر، او ادخل بعمق واحد متر الحفار ينجز لي واحد متر، بحيث يكون في دماغي مثلا مخيلات لو عندي مثلا نفق بطول 30 متر اقدر انفذه في قد ايه؟ احنا قلنا الاجابه على السؤال ده في المحاضره اللي فاتت، قلنا المعدلات تتوقف على نوع المكنه وعلى نوع التربه وعلى منسوب المياه الجوفيه اللي موجود. طبعا لو تربه رمليه ممكن تعمل من 6 لـ7 مواسير في اليوم، الماسوره نفسها 3 متر، فممكن تعمل ريت كبير قوي لو المكنه جديده وعندك مكنه كل مكوناتها موجوده وبتعمل بكفاءه عاليه، ايه رمليه ومفيش حواليك ذات خطوره عاليه، فممكن تمشي بمعدل كبير. اهم حاجه مش انك تبقى كبير ولا صغير، اهم حاجه ان انت ما تعملش اوفر اكسكافيشن، يعني ما تسحبش كميه من التربه اقل من المسافه اللي انت ايه مشيتها او اكبر من المسافه اللي انت ماشيها، يعني ما اقدرش اسحب كميه تربه كبيره وانا مشيت مثلا 30 سم. المكعب مساحه المكنه في الطول ال 30 سم بيديني مكعب، انا طلعت اكتر، اذا هيحصل ده اوفر اكسكافيشن، انا طلعت تربه اكتر من المسافه اللي انا زقتها، بالتالي هيحصل هبوط امام وجه المكنه. هتبص تلاقي حصل هبوط ان عاجلا او اجلا قدام وجه المكنه. فانت لازم بتظبط كم التراب اللي طالع عن طريق، طبعا كل ده موجود عندك في الكنترول، تربه قد ايه وبيدي لك كل القراءات دي موجوده، ومشيت مسافه قد ايه. طبعا انا مشيت مسافه قد كده، المسافه ديت في مساحه القطر بتاع النفق، بحسب المساحه واضربها في المسافه بيديني ايه حجم تربه معين، بضربها في معامل الانتفاش بتاع هذه التربه
وبشوف ان انا كميه التربه قد هذا المقدار ولا لا. ده اللي هو المهم، مش ان انا اجري او امشي بطيء في النفق، المهم ان انا ما يحصل دمج في سطح الطريق فوق النفق. ولكن المعدلات زي ما قلت لك ما لهاش معدل ثابت، المعدلات دي متغيره في كل مشروع ثلاثه. يعني في بعض المشاريع كانت التربه متحجره او صخريه، فكان ممكن ننفذ نص ماسوره في اليوم، يعني متر او متر ونص في اليوم بالكامل. في احيانا بتمشي 20 متر في اليوم او 30 متر في اليوم. فبقول لك المعدلات ديت ما هياش ايه ثابته. ماشي. دلوقتي هنعرض حضرات اللي هو ايه، كان في محطه مياه في المرج في القاهره هنا، واخدين بقى الحضرات. كان زي ما قلت لكم المشروع ده اللي هو العدايه نفسها كانت ب 25 مليون، لكن المشروع نفسه كان بحوالي 250 مليون اعمال مدنيه بس. كان مشروع محطه ميه، كانت هنا ادي ايه محطه الميه في الجزء ده، عندي كوبري علوي وعندي خط مترو انفاق، بس المترو هنا كان سطحي. خط مترو حلوان كان هنا ايه في الجزء ده سطحي، وادي الكوبري، وانا عاوز اعدي من البر ده للبر ده، اعدي ماسورتين قطر ماسوره 180 سم اللي هو 1800 مللي. الماسوره ديت كل ماسوره منهم هعديها جوه فروعه، النفق الاول، اللي هو ده، والنفق الثاني. الفروعه اللي هعدي فيها 180 فروعه قطرها الداخلي 3 متر و20. وزي ما قلنا في بدايه المحاضره النهارده ان انا ايه بحسب قطر النفق الخارجي 4 متر وقطر النفق الخارجي الثاني 4 متر، لازم اسيب كلير ديستنس ما بينهم 4 متر زيهم. بقى عندي 4 و4 و4 عندي 12 متر. لقينا بقى على الطبيعه في القواعد والخوازيق اللي هي بتاع الحامله للكوبري ده زائد مجموعه مرافق اخرى، مسافه الكلير ما بين المرافق وما بين الخوازيق الكلير، المسافه ديت اقل من ال 12 متر. يعني استحاله هنفذ النفقين واعدي الماسورتين ده للبر ده، في حين الماسورتين دولت هم اللي جايبين الميه العكره اللي جايه من ترعه الاسماعيليه عشان تغذي محطه الميه. يعني كل محطه الميه ديت هتعمل تنقيه وتحولها لميه صالحه للشرب وتوزعها على الاحياء اللي حوالين المحطه. المحطه كلها اتنفذت، وخطوط المواسير ديت جايين من على بعد مسافه 2 كيلو. فتخيل 22 كيلو في خط دبل متر و80 بتكلفه عاليه جدا، والمحطه نفسها بتكلفه عاليه. يعني زي ما قلنا اعمال مدنيه بحوالي 250 منفذه. وبعدين هو جابك كشركه انفاق تعمل العدايه اللي هو الفروغه اللي هتعدي فيها المواسير اللي هتغذي الميه للايه؟ للمحطه دي. يعني المواسير دي لو ما عدتش المحطه دي كلها زي قلتها ومش هتشتغل. ولو المواسير دي اتاخرت انت اخرت ايه؟ تشغيل المحطه. وهو اختارك ان انت تيجي تشتغل هذه العدايه على اعتبار ان العدايه دي بتتنفذ زي ما قال الباشمهندس مثلا بمعدل ماسورتين في اليوم او ثلاثه في اليوم، وطول العدايه من هنا 120 متر. فهو حسبها قال لك خلاص يبقى اذا الشركه بتاعت الانفاق هتيجي قبل ما اخلص بثلاث شهور، سهل قوي انها تنفذ النفقين وسلم. وفجاه ظهرت هذه المشكله ان انت لا يمكن تنفذ على اساس ان انت لو نفذت ممكن هيحصل تعارض المكنه، يا اما ايه هيعمل خوازيق الحمله للكوبري، ولو حصل اي لاترال فورس على الخوازيق ممكن يحصل ايه اي هبوط الكوبري او انهيار. ومن الجهه الخطوط ومرافق ميه ممكن هيحصل لها برضو ايه دامج لو انت نفذت النفق بالطريقه دي. فطبعا رجعوا لكل الجهات الاستشاريات وراسلنا الشركات الانفاق الماكينات الدفع النفق بره، ده انت لازم تسيب مسافه امنه ما بين الماسورتين، ما ينفع تنفذ النفق بالطريقه دي.
اولا انت لو عملت النفقين جنب بعض عاوز بيار الدفع كبيره جدا، اذا كان المسافه بين النفقين 12 متر يعني 4 متر و4 متر كلير و4 متر تانيين ادي 12 متر، يبقى انت عاوز بياره كام؟ البياره الكبيره اصلا الطريق او الشارع المتاح في عندي خط ميه 1000 ملي اهوت، خط ميه 1000 ملي مر هنا، لا يمكن ايه هعرف انفذ البياره بالتغويص او البياره بهذا الحجم الكبير جدا. عندي هنا خط ميه 300 ملي، خط ميه 1000 ملي. اللي شغال في الانفا يعرف ان خط ميه 1000 ملي ده بيغذي مدينه كبيره، ولا يمكن ان انا ايه عشان اعمل له تحويل يبقى هعطش الناس ديت كام يوم عشان ايه اعمل تحويل خط ميه 1000 ملي، كان صعب جدا. فكان لازم تنفذ في مسافه ضيقه، عاوز تنفذ النفقين بس في مسافه تسمح ان انت تنفذهم جنب بعض. فكان المقترح الاول ان انت تنفذ النفقين جنب بعض، وده واجهته ايه المشاكل دي. ف كان عندنا بصراحه يعني الله يمسيه بالخير مهندس رئيس قطاع جينيوس، راجل عبقري في موضوع وخبره عاليه جدا في اعمال الدفع النفقي، فاخترع الطريقه دي. الطريقه دي كانت لاول مره تتعمل في يمكن مصر او في الشرق الاوسط كله، ان انا انفذ النفقين على تو ليفل. بمعنى ايه؟ ان انا هضمن برضو المسافه بين الكلير ما بين النفقين، بس مش هنفذ النفقين جنب بعض. ادي النفق الاول وبعدين النفق الثاني جنبه هنا على مسافه افقيه كبيره، لا هرفعه، يبقى اذا المسافه الافقيه حافظت عليها ايه. وادي شكل البياره، ده شكل الايه؟ البياره. عملت تفادي للمرافق وانقذت المشروع، يعني الناس حتى بدات ايه تلقي اللوم على الشركه اللي جايه تعمل الانفاق. يعني انتوا عطلتونا، احنا عاوزين مشروع مش عارفين تتصرفهم. طب يا جماعه ديت مش غلطتنا او مش مشكلتنا احنا. فبيبقى الراجل بتاع الدفع النفقي بيبقى محطوط تحت ضغط عصبي كبير جدا، لان كل الناس موقفه عطلت مشروع بملايين كبيره عليه، في حين ان هو ايه لو كان هو نفسه خطط من الاول صاحب هذا المشروع، وكان طالما عارف ان في عداية هتتنفذ هنا كان جاب الناس بتوع البايب جاكن او الناس بتوع المتخصصين في الشيء، ويقول لك ادي العيش لايه؟ لخبازه. انت كنت جبت الناس من الدي وان من اول مشروع بدا من ثلاث سنين، وقلت لهم والله ده انا هعمل عداية هنا، عندكم مشكله؟ كان عملوا الدراسات وقالوا لك لا ده المشكله دي، كان وصلوا للحمل وما حصلش اي عطل. ولكن هو قدر الراجل بتاع الانفاق ان هو ايه بيجي في نهايه المشروع وبيبدا. وبرده احنا الحمد لله ربنا الهمنا بهذا الحل. وهقول لكم بقى تنفذ ازاي. اولا بياره عشان حجمها كبير ما ينفعش تنفذ بالتغويص، تنفذ بنظام الحوائط اللوحيه. الحوائط اللوحيه هي بتعملها جايد بيم فوق، المسافه ما بينهم قد سمك الحائط، وادي الحائط اهو تنفذ اهو، ادي الحائط اللوحي تنفذ بالكامل قبل ما احفر البياره. وبعد ما نفذت الحائط كنت عامل شير كي في تحت في الحائط هنا عشان اما انفذ البلاج ما يحصلش اب ليفت للايه؟ للخرسانه بتاعتي بنقول عليها البلاج. صبينا خرسانه السداده هنا، الحوائط اللوحيه متنفذه هي بالكامل، مشكله شكل البياره الدائري ده قطع راسي. وهنا نفذت البلاج. بعد ما نفذت البلاج، بلاج ايه متداخله هنا مع حوائط الخرسانه المسلحه بتاعه الديافرام هون، عملت ايه تدل. وبعدين نزحت الميه، بقت البياره ايه جافه. صبيت الخرسانه المسلحه هنا اهو، اتثبت. وعملت التانل اي، وعملت الايه حائط الصد اللي ورا، و ده بقت بره كده جاهزه ان انا انفذ النفق. ادي ايه شكل اهوت حائط الصد وهو بيتنفذ، وعشان هبدا انفذ الحائط الايه النفق السفلي، ده شكل النفق ينفذ اخر ايه ماسوره في النفق السفلي. طب النفق العلو بقى هشيل المكنه على ايه؟ عملت لها ايه الحل ده؟
ادي شكل حائط راس وادي بليد فورم واخر رصانه مسلحه، وحطينا المكنه في الدور الثاني ده. وبعد ما خلص كل الشغل ده، كل السقف ده، السقف ده مؤقت والردم ده مؤقت. بس الردم ده عباره عن ايه؟ سوفت مورتر، يعني مونة بدون ايه خرسانه، فل بس عشان املى الفراغ ده. وادي الحائط الخرساني، كل ده هيتكسر بعد ما خلص النفق. يبقى عملت ايه؟ نفق الاول في منسوب واطي، وبعدين حافظت على المسافه برضه ما بينهم بس مايله، وعملت النفق الثاني. وادي شكل الموضوع ده في البلان اهو. ادي النفق الثاني العلو اهوت، المكنه متشاله والنفق السفلي متنفذ وخلصان. المكنه اتحط في المسافه العلويه في على السقف العلوي ده. يبقى ادي ايه؟ في صعوبات ثانيه قابلتنا اثناء التنفيذ. ايه؟ بياره صرف صحي قائمه، وخط صرف صحي، وخط ميه قابلوني، وكانوا على مسافه صغيره جدا، كانت حوالي ايه يعني 38 سم. ف 38 سم في مكنه قطرها 4 متر، تخيل 4 متر ده يعني قطر كبير، يعني بارتفاع دور ونص. المكنه دي ماشيه تحت الارض، وفي مرفق يبعد عنها 30 او 35 سم. طبعا كانت التوجيه كان لازم يكون في منتهى الدقه. وده لحضراتكم في فيديو بعد انتهاء فيديو لكامل هذا الموضوع. نعمل شير بس للفيديو كده. صفحة الفيديو بانت يا باشمهندس محمد؟ اي يا فندم، باينة يا فندم. ده فيديو بيلخص الكلام اللي انا حكيت كله. مشروع محطة مياه المرج، ادي شكل الكوب ومترو، خط المترو السطحي. بقول لك انها في كتلة سكنية، ادي محطة المية، يعني ده كوب محمد نجم، وديت ايه؟ سكن اداري للمحطه. وده خط مترو الانفاق المرج، ودي كتله ايه؟ سكنيه. وادي شكل التربه، عاوز امشي من هنا، بيقول لك عاوز امشي من هنا لهنا. نزل المكنه للنفق الاول اللي هو على المنسوب الواطي. شوف المكنه هنا ماشيه، هنا ادي الاساسات الحامله للكوبري. شوف الاساسات الحامله للكوبري، المكنه قريبه منها قد ايه. طبعا دي مسافه صغيره جدا. عملنا ايه؟ بلاطه علويه، دي البلاطه العلويه اللي هتتحط عليها المكنه. انا انفذ العلو، شوف حضرتك ادي اول عائق اهو. شوف على ارتفاع قليل جدا، المكنه ديت 4 متر زي ما قلنا. لو حسبت المسطح بتاعها وشفت كل متر بيسحب تربه قد ايه، انت بتسحبها كان ممكن الخط ده يحصل له انهيار ويتكسر. لكن لازم تمشي بقى هنا بحرص، حتى لو التربه المكنه سليمه والتربه سهله معدل كبير، لازم تمشي بقى في حوالي العوائق دي معدل قليل عشان ما يحصلش ايه؟ انهيار للمرفق اللي انت ماشي تحتيه او جنبه. دي العائق الثاني اهو، مصرف مغطى. كان في هنا مصرف قديم، مصرف ري ومغطى، والمجمع الصرف ده انت ماشي مسافه قليله جدا، لما تكون مسافه متر طبعا ما ينفعش مع ان انت تمشي فيها، كان لازم يتحول. فكل العوائق دي انت مضطر ايه؟ تشتغل في وجودها، لان ما فيش ده محطه منفذه زي ما قلنا لكم، والخطين المواسير منفذين. وادي
الاساسات او الخوازيق الحامله للكوبري، خوازيق الحامله للايه؟ للكوبري. شوف انت ماشي على مسافه قد ايه بقى منها؟ ها شوف المسافه قد ايه؟ تخيل جسم مكنه بالضخامه دي ماشي جنب اساسات كوبري، لو انت انحرفت في الاساسات دي كان حصل ايه في الكوبري؟ ومين بقى اللي شاعر بيك؟ ومين اساس كل الناس بتقول لك انت مؤخر المشروع؟ محدش ايه بيبقى مقيم التعب العصبي اللي الناس بتوع الانفاق فيه. انت بتبقى حاسس انت ماشي جنب ايه تحت الارض، وبتبقى حاسس مدى الخطوره، ومع ذلك التاني اللي فوق اهم حاجه عنده المعدل. انت طب ما تعمل ماسورتين في اليوم بدل ماسوره واحده، انت ماشي بطيء ليه؟ انت مأخر مشروع، وهكذا. كل التهمات دي موجوده، انت برضو لازم تمتص كل الكلام ده وتعدي المشروع ايه بسلام ان شاء الله. ادي قاعده كوبري محمد نجيب، وفوقيك كمان مترو انفاق. المترو ده لازم بتاخد تصريح منه في نفق من تحتيه. تخيل بقى كل العوائق ديت. المترو ده لو حصل ان انت عملت اوفر اكسكيفيشن حفر زياده، وحصل هنا فجوه تحت قضبان المترو وهو ماشي، تخيل الارواح قد ايه اللي هيحصل لها ايه؟ حوادث. يعني انت مهدد من كل ايه الجهات، من سواء من اساسات الكوبري، سواء من المرافق وخطوط المواسير اللي تحت الارض، سواء من خط المترو اللي انت ما ينفعش يحصل، لان الهيئه العامه الهيئه القوميه لمترو الانفاق عشان تاخد منها تصريح تعدي بنفق كبير تعتيها زي ده بيعمل جيج على قضبان السكه الحديد، وبيقيسوا الهبوط كل يوم او كل ساعه، بيشوف هل حصل هبوط زياده عن المسموح به ولا لا. لا اي هبوط بيوقفك تماما، ما انت ما ينفعش تشتغل، ما فيش بقى عنده مشروع محطة مية ولا محطة ايه صرف، هو ملوش دخل. لو حصل ديليفيديشن سيرفي وبيحط جيج على قضبان السكة الحديد يشوف لو حصل اي هبوط بجزء الملي بيوقفك مباشرة. فادي النفق معدي اهو من تحتيه والحمد لله. حاجة بقى تانية، في غرفة دفع لنفق سابق، لقينا غرفة خرسانية وانت دخلت كلت جزء من الخرسانة العادية اللي شايلة هذه الغرفة. يعني انت محكوم ما ينفعش تمشي الا في، شوف تخيل احنا كلنا ايه جزء اهوت في الكورنر ده من بيار الدفع لنفق سابق، في عداية اخرى كانت منفذة زمان وموجودة ما هتكسرها، فبرضه مشينا بحرص ولقينا نفسنا. انا نسيت اقول لكم ان احنا عملنا التراسونيك مناسيب العوائق دي موجوده فين بالظبط، يعني جبنا اجهزه الاستشعار عن بعد في مكتب متخصص في الاستشعار عن بعد، وعرف مناسيب موجوده فين وهنتقاطع معاها في ايه. يعني الموضوع كان محسوب مش متساب للظروف. فادي الغرفه ديت انت ايه كلت جزء منها بسيطه، وصلت بيارة الاستقبال وخلصوا النفقين بسلام الحمد لله وتسلم المشروع. ده كان احد المشاريع اللي كان فاتح تحدي، ولولا فكر الهندسي للمهندس التكنولوجيا الانفاق ما كانش المشروع ده اتنفذ، وبالتالي ما كانش هيفادة من محطة مية صرف عليها ملايين الجنيهات. وبنشكر حضراتكم على حسن استماعكم، وبنفتح باب لو كان في اي اسئله يا باشمهندس محمد مكتوبه في الشات، او تفتح المايك للي عاوز يسال. تمام يا فندم، اتمنى اللي عنده سؤال يعمل ريز هاند مثلا عشان يسال الدكتور في اي سؤال حضراتكم حابين تسالوه يعني. وشكرا يا دكتور لمجهود حضرتك الجبار يعني، وجزاكم الله خيرا على هذا النشر العلمي يعني. انا وعدت بيه كله الحمد لله، قلنا استكملنا المحاضره اللي فاتت وراجعناها وعرضنا الفيديو انيميشن لطريقه الدفع نفعي عامه، وعرضنا الكيس ستادي من مشروع كان فيه مشكله واتحلت
الحمد لله كل اللي وعدنا بيه الحمد لله ربنا قدرنا وعرضناه. ربنا يجازي حضرتك خير يا دكتور. طيب في مهندس انطونيو طبعا. اتفضل يا باشمهندس منور. اهلا باشمهندس انطونيو. المهندس انطونيو بنرحب بيه طبعا وكل سنه وهو طيب، والحمد لله تلاقت الاعياد السنه دي مع بعض، وبنشكره برضه وبنشكر حضرتك يا باشمهندس محمد على الكوردينيشن العالي جدا او التنسيق الجيد. يا فندم احنا اللي بنشكر حضرتك وبنشكر راحة سواء الهندسه حياه او مبادره البيم اريبيا، بنشكر القائمين عليها وخاصه المهندس عمر، وبنشكر السيد نقيب المهندسين لكم برضه ايه تحياته، والسيد رئيس مجلس اداره شركه المقاولين العرب طبعا بينقل لكم تحياته، و سعيد جدا بالاقبال فكره التعليم عن بعد اللي احنا ايه بنتكلم فيها دي. الله يخليك. طبعا انا بشكر سعادتك وبشكر باشمهندس محمد وبشكر كل الناس اللي التزمت وحضرت واهتمت. في الاول كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. ثانيا بشكر سعادتك على مجهودك الكبير دوت، يمكن انا النهارده دخلت بس متاخر شويه، لكن طبعا كنت سعيد جدا ان انا اتابع مع حضرتك الجزء الثاني من المحاضره، ومنتظرين بقى باقي المحاضرات. وطبعا سعيد جدا التعاون مع بي اي ام اريبيا، واتمنى ان التعاون يفضل مستمر، وشكرا جدا لمجهودهم لتوصيل المعلومه دي. اكيد ان شاء الله. شكرا جدا باشمهندس انطونيو، ده شرف كبير لينا والله ان احنا نتعاون مع نقابه المهندسين المصريه. تسليتين. ربنا يخليك وعيد سعيد عليك يا رب ان شاء الله، وشكرا لحضرتك جدا. يا رب علينا كلنا. وطبعا انا باكد تاني على الدكتور قالوا على السلام باشمهندس هاني والتمام والمبادره، ويمكن احنا في النقابه كان كل اللي فارق معانا ان احنا نبقى بنقدم خدمه للمهندس في مصر او بره مصر، لان طبعا فكره الاونلاين بتبقى مفيده في كده ان احنا نقدر نوصل لكل الناس، فنقدم له خدمه في ظروف صعبه جدا، بس احنا بنحاول نستغلها ان احنا نطلع منها بشكل افضل وفي خطوات احسن من الاول. شكرا جدا لحضراتكم، وشكرا تاني يا باشمهندس. في سؤال في الشات للمهندس صفر فوت بيقول ايه متوسط عمر الانفاق وماذا يحدث بعد انتهاء عمر النفق؟ طبعا عمر النفق وخصوصا النفق الخرساني ما بيقلش عن 50 سنه، والكلام ده بيتحسب من الدي 1، وطبعا ما بينتهي عمر اي حاجه الطبيعي انه بينشا نفق تاني جنبه، لان اولا النفق ده بيبقى قطره خلاص ما عادش صالح للتوسع السكاني اللي حصل بعد 50 سنه، فبالتالي البنيه الاساسيه كلها بيحصل لها رينوفيشن، فبيتعمل نفق تاني بقطر وقتها بقى بيبقى اكبر عشان يتحمل برضه التوسع المستقبلي. طيب. عمر النفق بيبقى ايه من 50 ل 100 سنه، خصوصا في الانفاق الكبيره كانوا النفق اللي اتعمل تحت قناه السويس، النفق زي ده بيتكلف مليارات، فبياكدوا في بدايه تصميمه ان هو يبقى عمره ما يقلش عن 100 سنه. فكل حاجه وحسب ايه تكلفتها، فانت كل ما بتزود العمر الافتراضي كل ما بتزود الماتيريال واجهادات الخرسانه وكل حاجه بتزيد في بناء على زياده العمر عمر المستهدف للنفق، وما بينتهي طبعا العمر. زي عندك نفق الشهيد احمد حمدي ده كان معمول في اواخر الثمانينات او اوائل التسعينات، والنهارده اتعمل نفق تاني جنبه في السويس، واتعمل نفقين في الاسماعيليه اين في بورسعيد، اصبح عندك تحت قناه السويس 6 انفاق بعد ما كان من حوالي 40 سنة أو 30 سنة كانوا النفق واحد بس تحت قناة السويس كلها اللي هي طولها 160 كيلو أو 170 كيلو من السويس لحد بورسعيد، كانوا نفق واحد اللي هو نفق الشهيد أحمد حمدي. النهاردة بقوا 6 أنفاق، ازدواج النفق على الشهيد أحمد حمدي، ونفقين في الإسماعيلية ونفقين في
بورسعيد برضو، كل انفاق المرافق كذلك، انفاق المرافق اللي هي معدي فيها خطوط صرف صحي القاهره الكبرى، الانفاق دي بتتجدد، لان كان من 30 سنه الخدمه مش زي دلوقتي، وعدد السكان مش زي دلوقتي، فاصبح لازم تعمل ايه تجديد. في سؤال تاني بيقول كيفية إخراج محطة الدفع المتوسطة، المهندس شادي. سؤال جميل جدا. طبعا محطة الدفع المتوسطة، محمد تعالى رد على التليفون. محطة الدفع المتوسطة يا فندم بيبقى قلنا فيها 20 بستم، أنا مش معقول أسيب البساتم ديت جوه النفق سواء كان فروغة أو نفق هيمشي فيه، فبعمل إيه؟ البساتم دي بتتلم، والفراغ الموجود بتاع المحطة ببدأ أدفعه وأدخل الجزئين مع بعض، لأن الجزء محطة الدفع المتوسطة زي ما قلنا عبارة عن في ميل وفي ميل، يعني جزء ذكر وجزء انتهى، بدفعهم وبقفل المسافة على قدر الإمكان. لو في مسافة ما تقفلتش بصب لها جوه النفق خرسانة، بشكل لها حلقة من الستيل، حلقة ستيل، وبصب وراها ايه جراوت، بسد الفراغ تماما، بيبقى سطح النفق من الداخل سموز مفيش اي مشاكل، بس بلم البساتم وافكها واطلعها بره الاول، وبعدين احقن الفواصل. بعد ما احقن الفواصل اقفل المحطه، ولو المحطه جزء صغير فيها ما تقفلش 20 30 سنتي، دول بشكل لهم قطاع حلقه من الستيل، الواح الصاج يعني بشكل دائري، واصب جراوت وراه. في سؤال تاني بيقول في حاله اسمهندس رياض كمان تقريبا بيقول ايه في حاله التربه الضعيفه جدا، الفيري لوس سويل، كيف يمكن تغويص المكنه فيها، ايه الحل؟ في بعض المواد بتتحقن ان انا بثبت بيها التربه، وفي نفس الوقت ايه ما تعملش اعاقه للمكنه وهي ماشيه في حاله التربه الضعيفه دي، ودي تعاملنا معاها في انفاق بورسعيد، كانت التربه فيري لوس، وممكن نستدعي احد الزملاء اللي هم شاركوا في درايفنج للنفق في بورسعيد، زمايلكم مهندسين مصريين اللي هم عملوا اوبريتنج او للمكنه الكبيره اللي نفذت نفق السيارات تحت بورسعيد. في مهندس كلمناه ممكن ايه يدينا محاضره تفصيليه عن النفق والوسائل اللي هم استخدموها للتغلب على التربه الضعيفه دي. في اسئله تانية يا باشمهندس؟ تمام يا دكتور. طيب مهندس كمال اتفضل. باشمهندس كمال، باشمهندس كمال مصطفى، مهندس كمال مصطفى عنده مداخلة. باشمهندس عادل، اهلا بيك يا باشمهندس استاذنا الفاضل. الله يخليك يا فندم، اهلا حضرتك. طيب اهلا بيك. الله يخليك. هو كان لي سؤال صغير، هي كنت كاتبه في الشات، هو كان في صوره لحضرتك عرضتها اللي هي فيها غرفه الاستقبال، فكان فيها حته كده زي وتر اللي هو زي ثراست وول بتاع غرفة الدفع. طب انا عامله ليه في غرفة الاستقبال رغم ان انا عايز اقل سمك ممكن عشان اعدي منه؟ لا، ده السمك ده معمول عشان يديني كورد او وتر اعمل فيه، مش ثرست وول بقى، دي التانل اي اللي هي عين النفق، عين يعني النفق. انا محتاج اتخن السمك في المنطقة دي؟ لا، مش السمك اللي بيحكمني ايه بقى يا فندم. انا هعمل شير اهوت للصوره تاني، هعمل شير للصوره تاني بسرعه. انا مش محتاج السمك، انا محتاج طول وتر. الحقيقه اللي انا محتاجه ليس سمك انما طول وتر معين،
اللي هو طول الوتر بيساوي القطر الخارجي للنفق زائد 50 سنتي يمين و50 سنتي ايه شمال. تمام. هي كانت باينه في المكنه اللي احنا كنا في صوره فيها اثنين عمال واقفين. ايوه ما انا هوريها لحضرتك. ما دي اللي انا سالت عندها. ثواني يا فندم انا اتفضل. ايوه دي ديت يا فندم. ايوه هنا الجزء اللي هو المكنة ده. تمام. الليد ده مثلا طوله 3 متر. كويس. وبسيب 50 سنتي يمين وشمال. 50 سنتي شمال. انت مش ضامن ان الرجل هيطلع في السنتر بالظبط. اوبريتور شاطر وطلع في السنتر بالظبط. يعني سنتر المكنة مع سنتر الوتر ده. يعني تمام. الجزء الخرسانة ده معمول علشان اركب عليه البليد. عشان احتياطي. سي لقدر الله حصل انحراف والمكنة جت هنا. يعني المكنة دي شوف الرسم الجانبي ده جه هنا كده. المكنة تطلع برضو. سنتي يمين وخمسين سنتي شمال. احتمالية حدوث اي ديفيشن او اي انحراف. هنا السنتر. المكنة الحائط ده. انا مش محتاج السمك. انا محتاج الطول. بكون الوتر علشان اركب عليه البليت. عشان اركب البليت كمان اسيب مساحه. بيقول لك ما تعمل الوتر ده قصير على قد البليت بالظبط. ايوه بس حرز حاجه تشوف المكنه طلعت هنا. هبقى اكسر تاني بقى والمكنه وصلت. لو كسر شلي من ورا الايه البياره. طب انا بكسر في جسم البياره وفي بره ميه جوفيه رهيبه. انا بعمل 50 سنتي البليت يمين وشمال. المكنه ديت 2 متر ونص. تمام. ومرفرفه هنا شويه يبقى البليت اللي ورا ده 3 متر. بعد البليت ده بس 50 سنتي وشمال. يعني مثلا 4 متر. 4 متر مثلا. تمام. اذا اما يكون الوتر طوله 4 متر هيديني مسافه غصب عني في الدايره. السمك ده. طب السؤال انا برضه باشمهندس يعني هل البليت الحديد ده لو انا اصلا مش حاطه هل ده ما يمنع ان انا اقدر اشتغل ولا لازم يكون موجود؟ الحديد البليت الحديد ده عشان اثبت فيه الجوان. انت لو كبرت هتلاقي فيه جوان هنا اهو ربر. ايوه عشان يمنع البليت ده عباره عن بليت تسريب الميه وفي رنج اهو برضه. الرنج الستيل ديت ما بينهم بقيه الجوان. الجوان ده جزء افقي كده نايم على المكنه. جزء راسي فين؟ ورا جاي على البليت. ها جاي على البليت. وما تفرد الايه الجوان جوه. يعني الجوان طيب ده ايه لما المكنه بتخش بتفرده كده لجوه. يعني هي عشان اضمن ان حوالين يعني كده المكنه في رابر ماسك عليها جامد. ما تقوليش احكام عشان تسريب مش ميه داخله. الحمد لله ده حاله. يعني الصوره ديت حاله مثاليه. كل اللي طلع شويه طينه هي تحت. واخد بال حضرتك انت لو لاحظت امبارح شوف السيسي امبارح في النفق بتاع ايه. شفته بتاع القناه بتاع النفق الشيخ احمد حمدي. النفق ميه. اما بيبلى النفق ميه ده بيبقى ورا الحيطه ديت ميه جوفيه. فهو بيملى بيبقى ويت بريكس روز. يعني الويت مش دراي. انت هتلاحظ لو رجعت لو جبت سيرش من على جوجل وقلت ايه خروج ماكينه بورسعيد ومره خروج عليا ومره خروج ماكينه احمد حمدي وشوف الفيديو ده والفيديو ده والفيديو ده هتلاقي في بورسعيد عملنا خروج دراي. قدام حضرتك ده خروج دراي. تمام. احيانا ببقى خايف من تسرب ميه لان التربه فيري سوفت والميه الجوفيه عاليه. جوان ده ما هوش جوان مستورد وجوان يعني مواصفاته مش 100 100. فببقى خايف من تسرب الميه فبملى البياره ميه وبطلع المكنه مغموره تكيف. وبعد ما المكنه تطلع بنزل الغطاس. الغطاس بيحلقم حوالين المكنه.
وبيحقن يدخل لكن عن داخل من جوه النفق من الناحيه الثانيه وبيحقن الجزء ده. اما بيحقن وحلقم بالغطاسين ابدا انزح الميه بقى، يبقى انا عملت ايه؟ ويت بريك ثرو، يعني عملت تكسر او خروج في في بارت الاستقبال في مغمور سبمرج. امبارح كانت البايره مليانه يعني انا ميه، انا شفت كان ممكن اعمل خروج جاف، لا هو عمل ويت احتياطي عشان ايه ما يحصلش ضغوط على المكن. لكن انا اساسا عامل الرابر سيل ده بالخروج الجاف، وعلشان اركبه لازم احط له بليت ستيل بالظبط. يعني ده السبب ان هو وجود اركب عليه الجوان ده. ساعات المكنه وهي طالعه لو انحرفت 5 سم بس ممكن بتيجي ايه بتفرقع البليت الستيل ده، على انه متثبت بجوايد جامده جدا. المكنه وهي طالعه ممكن ساعات بتكسره. ما انا مثبته بقى بخرسانه بانكورز، مهما كنت انحرفت ما جاتش على الدايره بالظبط. هيبقى في تخلع. فانت يعني بقول لك لحظه الخروج دي لحظه صعبه عند كل واحد شغال في النفط. انت الراجل بتاع الانفاق يعني من مدير الاداره لحد مساعد او فوز ديت بيبقوا ايه سهر 24 ساعه والتليفونات مفتوحه، وفي اي وقت ممكن يقول لك الحق في حصل كذا، المكنه وقفت، حصل قابلنا عائق، حصل انحراف، تعال عاوزين نلحق نعدل الاتجاه وهكذا يعني. طب ممكن سؤال ثاني يا باشمهندس عادل، دلوقتي احتياطات السلامه والمشروع ده او طبعا. في الجزئيه دي يبقى بتبقى عباره عن ايه يعني باختصار كده؟ احتياطات السلامه بتبقى عاليه جدا، لان انا هنا مانجمنت في شغل الانفاق، لازم كل توقع زي ما كان الباشمهندس بيسال كده، لو قابلني كذا لو قابلني كذا، وهيحتاج ايه اشتري الحاجه من اول يوم، ببقى شاري عندي سبير بارتس، ببقى شاري. من ضمن احتياطات السلامه ان انا ببقى موفر اي خامات او اي نجهه او اي، لو حصل بتتوقع ان المكنه دي يحصل انهيار والمكنه دي تتملى ميه، فلازم بتبقى ايه جايب احزمه امان للناس دي، طاعهم بالونش فورا، او بتبقى حاطط قفص معدني بحيث ان ينزل الغطاس ياخدهم ويطلعهم فيه. طب قدر انت ساعات لسه صنع القفص، لا ده انت بتقول ايه، لا بتجهزه بقى، افترض ان هيحصل سبمرجد للايه للنفق، هيحصل تسرب ميه والمكنه غمر، الناس دي هتغرق غمر، الناس دي هتطلع ازاي؟ بتحط ايه بلان لخطه للناس دي هتطلع ازاي، تبقى مجهز لهم خطه الطوارئ ومديهم تعليمات، والغطاس بينزل لهم طبعا بسرعه بيطلعهم في هذا القفص، وجاب لهم اجهزه تنوعي، في اسطوانات اكسجين موجوده طبعا. مش اي موقع هيبقى فيه اسطوانات اكسجين وفي غطاس وفي، لا مشاريع الانفاق لازم يبقى عندي غطاسين، عندي باسكت للناس تطلع فيه، عندي للطوارئ عشان وينش واقف، في مولد تاني سبير احتياطي، كل حاجه بتبقى عامل حسابك فيها. علشان لو حصل عطل في الكهرباء يبقى في عندي بديل. عندي ايه؟ طب السلامه مش على قد الخوذه والسيفتي شويه. لا ما انا عارف، انا بسال عشان كده. لا احتياطات السلامه في مشروعات الانفاق مكلفه جدا. وبتبقى طبعا سعر الاول. في الاول، ولذلك اما بتقول سعر النفق مثلا 100,000 جنيه متر طولي او 80,000 جنيه او 50، يجي واحد تاني يقول لك لا ده انا اعمله ما بيحطش بقى كل السلامه دي، ولو حصل يقول لك واحد يموت، اثنين يموت، خمسه يموتوا، فلا لا ارواح الناس ديت طبعا غاليه جدا. طبعا مسؤوليه، ولا السعر الغالي ده في احتياطات انا بحطها وقد لا استخدمها. ممكن ما في حاجات
طبعا لا طبعا بس لازم يكون موجود. لا طبعا تمام، شكرا جزيلا لحضرتك، تمام ربنا يخليك. دكتور، اتفضل. شكرا جزيلا باشمهندس كمال للمداخله القيمه دي. استاذ حضرتك، صديقنا عبد الرحمن الفرجاني من فرنسا عايز اتفضل، مداخله. اهلا بيك. اتفضل السلام باشمهندس عليكم عبد ورحمة الرحمن، الله. شرفتنا. اهلا وسهلا بيك، اهلا ازيك بك يا فندم. دكتور؟ اهلا، شكرا بحضرتك، شكرا على المحاضرة القيمة والله. ربنا يجازيك خير. الله يبارك فيك. بس عندي سؤال بخصوص العوائق او الاوبستكلز اللي موجوده في واحده من السلايد اللي انت وريتها، كان في فاونديشن بتاع 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 كوبري، كان التلال المعدني يعني يعتبر طبعا. ملاصق فيه. فاحنا عارفين طبعا الفاونديشن بتاع الكباري عاده ممكن يكون فيها خوازيق اللي في نوعين، يعني اما تشتغل بالبوينت بيرنج كاباسيتي بالارتكاز او او بالسايد بالفريكشن. سكن فريكشن. بالضبط. فانت ممكن لما يكون التنل ملاصق للبايل فهو ممكن اوريدي داخل في ستريس دايجرام في الاريا بتاع الستريس ديستريبيوشن في السويل. دور عليك، ده سؤال في مهمية. ففي الحاله دي انا حننقص من البيرنج كاباسيتي بتاع البايل بتاعي. طبعا يعني احنا استدعينا، جبنا الرسومات بتاعها واستعنا بالاستشاري الانشائي بتاعه، وزائد الاستشاري بتاع الاونر والاستشاري بتاعنا احنا كاداره انفاق، ودنا تاثير الاستريسز ديت على الكوبري، وتعمل له تدعيم بحيث ان هو لو حصل فيه اي حاجه ما يحصل صلوش اي هبوط. وحطينا اجهزه قياس للمنسوب على ظهر القواعد وعلى ظهر السطحيه من هذا الكوبري، عشان لو حصل اي هبوط نرصده في المكنه فورا. علاوه على كده ان احنا بقينا نتابع الدفع النفقي ساعه بساعه او ولحظه بلحظه، ان احنا بنمشي بمعدل بطيء جدا جدا عشان ما نعملش انهيار للاستريسس حوالين الخوازيق ديت. فعملنا كل الاحتياطات دي، ان احنا عملنا دراسه انشائيه ودعمنا الاساسات حوالين الكوبري عن طريق مايكروبايل. في عندنا مكن ميزه اداره الانفاق في المقاولين العرب، ان احنا بيبقى عندنا شغل ذاتي، عندنا وحده للمايكروبايل. المايكروبايل ديت ممكن ندعم بيها اي منشات قديمه او اساسها بندعمها، ان احنا بنصب مجموعه من بندق مجموعه من الخوازيق المايكرو اللي هي القطر الصغير جدا اللي هي المكنه بتشتغل فيه. عملنا التدعيم للاساسات قبل ما ننفذ، وفي نفس الوقت راقبنا اثناء التنفيذ والحمد لله. سؤال ثاني لو سمحت، لو في امكانيه بس. في مجال انتم يعني لاحظتم الان الشغل ما شاء الله يعني يشمل تغطيه الجزء النظري وكذلك الكيس اوف ستاديز والدراسات الميدانيه العمليه. طبعا. هل في دراسات اكاديميه او ابحاث اكاديميه في مراكز ابحاث معينه ممكن الواحد يستفيد من الابحاث هذه؟ مشروع يا فندم لازم يدرس اكاديمي وعملي، مفيش حاجه عندنا اسمها بتتعمل كده باي لوك او بالخبره. لا، ده لازم اي مشكله بيتجمع المكتب الهندسي اللي هو الانجنييرنج يونت، الوحده الهندسيه في ادارات وشركات الانفاق اهم وحده موجوده عندنا، فبيبقى عندنا اكفأ المهندسين والمهندسات موجودين في الوحده الهندسيه. الوحده الهندسيه دي في اجتماع دائم زي ما بيقولوا، يعني كل ما بيحصل في اي مشكله بتترسم وبيتعمل لها موديلنج وبتشاف مدى تاثيرها وبتتحل هندسيا
مش بحل باي ترايل اند ايرور، لا لازم بيتعمل لها طبعا حل اكاديمي ويعرض على الاستشاريين ويقبل الاول قبل التنفيذ. طبعا عشان الدوكيمنت بتاع مشروع كامل فده بيبقى ايه صعب يعني خروجه، بيبقى عاوز اسوريتي معينه. او سؤال بس، المواد والمواضيع اللي انت حضرتك تعرض فيها الان هي مواد قيمه جدا جدا لافكار، يعني اذا كان انت تقبل نحن نوجه لكم دعوه نتعاونوا مع بعض في انتاج ابحاث اكاديميه لترجمه هذه الحالات الكسه اوراق بحثيه علميه، هل في امكانيه ان نربطكم ان نربط حضرتك بمختبر الابحاث بتاع جامعه ليل في فرنسا عشان نعملوا ابحاث مشتركه مع بعض؟ ممكن قوي، واحنا في سبيلنا الى ترجمه هذا الكلام فعلا، وده يعني عرض ده يفيد الناس كلها. وبعدين بصراحه مش احنا الوحيدين اللي عملنا كده، يعني ممكن اعرض لكم عندي كتاب فيه حوالي فوق ال 65 حاله حول العالم، في حالات في المانيا وحالات في امريكا وحالات في كوريا وحالات في مصر هنا، متبين الكيس والحالة وتعالجت ازاي والدروس المستفادة من الكيس. فديت طبعا مواضيع الأنفاق لا تنتهي، يعني ممكن لو عاوزين نعرض حالات استادي ديت بتبقى أكتر حاجة مفيدة في مجال الأنفاق، ان انت بتعرض مشكلة وتحلت ازاي وتقول اتحلت ازاي. فعندي كتاب على مستوى العالم بقى مش في مصر بس، لكيسز وحلولها. برضو ممكن نترجم الحالات اللي عندي ديت ونتعاون مع الجهة البحثية اللي حضرتك بتقول عليها في إنتاج مشترك. لا نرحب والله، تشرفنا يا ريت والله، لأن المادة اللي أنت قاعد تعرض فيها مادة علمية قيمة جدا جدا، وأحيانا يعني الأشياء العملية هذه ما تلاقيهاش، لأن هذه من أرض الواقع يعني. ممكن من ارض الواقع ما تلاقيش في الكتب، يكون عندك كونتريبيوشن علميه مفيده جدا جدا وتطرح بطريقه اكاديميه بحثيه في تعاون مشترك بينكم مختبر الابحاث للمدن الذكيه في جامعه ليل بفرنسا. خلاص حضرتك ابعت لي اللينك بتاعهم ونتكلم على الخاص، وانا هكتب لحضرتك المحمول بارك الله دلوقتي فيك. اللي هو فيه حضرتك بس ابعت لي رساله كده عشان اعرف. انا حاسب هو عند الاخوه عند بيم اريبيا. طب انا أوكي. انا دكتور انا دكتور هدي لحضرتك رقم صديقي، هوصل الكونتاكتس انا للجميع. تحت امرك تحت أمرك. رقم باشمهندس عبد الرحمن ده رقم الواتس بتاعي، تمام ابعته حضرتك، ابعت لي برضو اللينكات عليه نكمل الموضوع ده على الخاص، وهيبقى في تعاون كمان مش انا كشخص لوحدي، هيبقى عن طريق الشركه عندنا عن طريق الجمعيه للانفاق، في جمعيه سوسايتي يعني منوطه بهذا الكلام. واحنا فعلا كنا بندرس مقترح من اللي حضرتك بتقول عليه ده. بارك الله فيك، شكرا يا دكتور، بارك الله فيك. تفضل. شكرا جزيلا يا دكتور لحضرتك، شكرا باشمهندس عبد الرحمن، شكرا مدشر، شكرا بارك الله فيك. اسئله الشات يا باشمهندس. المهم ان انا سعيد المره دي ان ال 30 اللي دخلوا في الاول بارتيسيبنت مشارك موجودين الى الان، وانا بشكرهم على حسن استماعهم الشديد. والحقيقه يعني كنت عاوز اقول لكم كلمه برضو اخيره، ان انا استفدت جدا من موضوع التعليم عن بعد، والملاحظه الجميله ان الناس اللي انا بلاقيهم محاضرين بلاقيهم في المحاضره الثانيه مستمعين. فموضوع التعلم مستمر، يعني هتلاقي المحاضر في محاضره بتلاقيه مستمع في محاضره ثانيه، وانا شخصيا بشارك كمستمع
في محطات تانية كتير. وموضوع التعليم عن بعد ده هو من ضمن الاستفادات اللي استفدناها من الأزمة بتاعة الكورونا، لأن رب ضارة نافعة كما يقولون. الواحد بيستفيد من أي موقف هو أزمة استفادة إيجابية. صحيح. موضوع التعليم عن بعد ده كمان أنا يعني لاحظت أنه هو مش موضوع باشمهندس محمد أو باشمهندس كمال، مش موضوع جديد، ده ربنا سبحانه وتعالى احنا اتعلمنا التعليم عن بعد ده عن المولى عز وجل. ايه وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، وربنا بيقول واوحى ربك الى النحل. فكر ازاي النحله اتعلمت تنتج العسل، وازاي انها بتاخد غذائها، وازاي انها بتبني البيوت السداسيه الشكل الهندسي العجيب واللي هو بيكتب. مين اللي علمها؟ ربنا سبحانه وتعالى. علمها ازاي؟ عن بعد. ازاي؟ واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشمم يعرشون، يعني ادها الماتيريال وازاي الاول هتبني البيت الاول قبل ما تنتج العسل وقبل ما تاكلي من كل الثمرات، اتخذي بيوتا الاول اللي انت هتودي فيها الرحيق ده، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. فأي تعليم عن بعد هذا للنحل؟ صحيح. اللي احنا استحدثنا التعليم عن بعد، لا ده هو موجود، ربنا علمه ايه حتى للايه لهذه الحشرة الجميلة المفيدة، وعلم النمل وعلم كمان البني ادمين، ربنا اوحى للرسل. بالاضافة ان في شخص وحيد في البشرية اتعلم مش عن بعد بقى عن قرب، وعلم آدم الأسماء كلها. المولى عز وجل حينما كرم آدم بأن خلقه بيده، وإن هم أشياء قليلة جدا ونادرة، يقال بعض العلماء بعض أشياء أن المولى عز وجل اهتم بها وخلقها بيده سبحانه جل في علاه. فخلق آدم بيده، وخلق القلم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وخلق العرش بيده. أما كرم آدم وخلقه بيده علمه أشياء تعليم مباشر وليس بواسطة ملك، بدليل ان قال ايه ثم عرضهم على ملائكة. لو كان ملك من الملائكة ولا علم ادم ما كانش قال ثم عرضهم على الملائكة. وسيدنا جبريل كان من ضمن هؤلاء الملائكة، لان الملائكة اللي امروا بوجود لادم كما قال العلماء هم الملائكة الذين سيخدمون ادم عليه السلام، ومنهم سيدنا جبريل اللي هو علم الرسل ونقل الوحي للرسل. حتى سيدنا محمد قال ايه، ربنا قال على سيدنا جبريل وعلمه شديد القوة اللي هو ايه سيدنا جبريل. اذا تعليم الاسماء لسيدنا ادم الوحيد اللي هو تعلمه ايه مباشر عن المولى عز وجل واسطة القلم، اقرأ وربك الاكرم الذي علمه بالقلم. اما باقي الرسل وباقي البني ادمين وباقي المخلوقات لها الوحي، ده يعتبر تعليم عن ايه؟ عن بعد. احنا دلوقتي بنتعلم عن بعد، الوسيله بتاعتنا ايه؟ البرنامج الزوم الكمبيوتر ده يعتبر انبوت، القلم ما هو انبوت تولز. انا عندي هنا انبوت تولز اللي هو الكيبورد بتاعتي او الرسومات او الباوربوينت. اذا التعليم عن بعد قيل علمها المولى عز وجل لبني الانسان من لدن ادم الى ان تقوم الساعه، واحنا الحمد لله ربنا هدانا لهذا ولا وما كنا لنهتد أن هدانا الله، جزاكم الله كل خير. تمام يا فندم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المجهود الضخم ده، وربنا يجعله في ميزان حسنات حضرتك يعني. وشكرا لوقتك الثمين يعني، أنا عارف إن حضرتك جاي من سفر النهاردة وكان يوم مجهد جدا، وداخلين على سحور وصيام، فربنا يعين حضرتك. بس أنتوا فتحت نفسي، ربنا يجازي حضرتك خير. وان شاء الله المحاضره مسجله وهتنزل على بيم عربيه وهتتنشر. انا النهارده وفي ختام بقى الحديث ندعو بقى. صحيح يا فندم، اتفضل يا فندم. ان شاء الله.